رحتوا البنك وتأكدتوا؟ رحنا. ويا ريتنا ما رحنا. ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويقاسمني في الصفقة؟ الراجل أكد لي إن بابا هو اللي سحب كل الفلوس ورهن الأصول. إحنا آسفين يا مختار. على إيه؟ أنتوا إخواتي الصغيرين برضو وأنا أخوكوا الكبير ولازم أستحمل. أنا لو كنت عايز أسرقكم الأول كنت خبيت عليكم الحقيقة وخدت الصفقة لنفسي. يا ريتك يا أخي كنت أنت اللي عملت كده مش هو. عشان تعرفوا إني مصدوم زيكم. أنا كل اللي أعرفه من بابا الله يرحمه إنها صفقة أدوية متهربة. موضوع الكودافين ده معرفش عنه أي حاجة خالص. أنا حاسس إني بحلم وحلم مزعج مش قادر أصحى منه. لولا ظنكوا فيا وشككوا في ذمتي في عز ما أنا محروق عشانكم ما كناش وصلنا للمرحلة دي. وأنت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سعد يا أخويا فجأة مسؤول عن عملية خطيرة زي دي وما تعرفش عنها حاجة ولوحدك. تعمل إيه؟ معرفش طبعا لاني ما بفهمش في الحاجات دي. شفت بقى انا من يوم ما عرفت الحكاية دي وانا قالب مخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعة وتخزينها. انما شوف ربك بقى اما يرزق من واسع او رزق باتنين. قصدك ايه؟ قصدي النقمة الناس على المال هم اصحابه. اخرس انت اتجننت. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير. يا جماعة يا جماعة وطوا صوتكم بقى لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبة. وانت يا استاذ؟ ايه اللي انت يا استاذ دي؟ انا ايه؟ انت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس، ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من ان اوصل السموم دي للناس. ماشي، يبقى انتوا الاتنين متنازلين عن حقكم في الصفقة. اعوذ بالله يا اخي من دي صفقة. هتجنن زي ابونا راجل البر اللي كان بيحج كل سنة يعمل كده. بس كل دي أقنعة كان بيخفي بيها جريمته. اخرس انت هو، ما اسمحلكوش تمس أبويا بكلمة. البر والإحسان والتقوى كلها كانت صفات أصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة. يا سلام، روحه المؤمنة وبيتاجر في المخدرات. بابا عمره ما يقبل قرش حرام، حتى فوائد البنوك كان بيوزعها صدقة. هو ده اللي هيجنني، طول عمره ماشي صح، ايه اللي عوجه على اخر ايامه على السكه الحرام دي؟ ومين اللي قال ان الصفقه دي حرام؟ نعم تعبيط، حرام 100%. ده كودافين الحكومه هي اللي منعاه، مش ربنا اللي محرمه يا سياده الرائد. ايوه يعني هي الحكومه منعاه ليه؟ مش عشان بيأذي الناس؟ لا يا استاذ، الكودافين ده دواء كحه بيعالج حساسيه الصدر، يعني مفيد 100%. ولو معاك روشته تقدر تروح اي اجزخانه وتصرفه بكل سهوله. طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ أقول لك أنا بقى يا سيدي، الحكومة منعته لأن في ناس مجانين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدواء ده، قال لي إيه عشان يسطلهم؟ إحنا بقى مش مسؤولين عن المجانين دول، يعني لو جبت شريط دواء وبلبعته كله هموت فيها، يبقى الدواء بالنسبة لي حرام؟ طب ما هو كده يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات. طبعاً لأ، بابا بيقدم خدمة إنسانية جليلة لمرضى الحساسية الصدرية في مصر كلها. يا سلام. طبعا، ما هي الشحنة لما توصل وتتوزع السوق هيشبع، وبكده تضمن وصول الدواء لكل مريض. وانت بقى تضمن لي ان الشحنة دي تتوزع على عين الحكومة وتوصل للصيدليات مظبوط؟ اللي انا اعرفه ان في واحد هيشيل الشحنة كلها، انما هيوديها فين الله اعلم. هيوزعها في السوق السوداء طبعا يا فالح. طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ لا ديننا ولا اخلاقنا يسمحوا لنا ان احنا نعمل كده. على كل حال فكروا في الموضوع ده كويس، بس بعد ما تهدوا كده لانكم دلوقتي منفعلين وغضبانين، والغضبان ما ينفعش ياخد قرار في حاجه. وهي دي مساله عايزه قرار برضو؟ طبعا، لانها حاجه خطيره وهيترتب عليها حاجات اخطر. مهما كان يستحيل اوافق على الكلام ده. ما تنسوش اننا مديونين للبنك ب6 مليون جنيه بضمان الاصول، يعني لو ما دفعناش هنطرد في الشارع بامكم وباختكم. كده برضه يا حاج تهزقنا واتبهدلنا بالمنظر ده. انا مش فاهم انتوا مقزمينها ليه، ما الحل قدامنا وفي ايدينا. وانا لا يمكن اسمي يجي في صفقه زي دي يا مختار، وانا عندي اموت من الجوع احسن من ان اتاجر في السموم دي. برضه مش هتخسروا حاجه لو اديتوا لنفسكم مهله اسبوع تفكروا فيه كويس قبل ما تقولوا اه وقبل ما تقولوا لا. بس اسبوع بكتيره، البضاعه توصل اخر الشهر ويلزمني وقت عشان اظبط واخطط. ده اذا اتفقنا. واذا ما اتفقناش
هبقى خلصت ضميري قصاد ربنا، وكل واحد بقى فيكم عقله في راسه يعرف خلاصه. ده بيقول لك خلاصه، بيقول لك خلاصه، شكله كده هو اللي هيخلص علينا. ابوكوا طول عمره راجل محترم، واذا كان غلط كام غلطه في اواخر ايامه فانا مسامحاه وبدعي ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاه انه يرحمه ويغفر له. يا معقوله يا ماما مسامحاه بعد ما اتجوز عليكي؟ جوازه عليا بعد العمر ده كله حقيقي جرحني، بس انا برضو كنت مدياله العذر ان انا اهتميت بيكو اكتر ما اهتميت بيه. انت طيبه قوي يا ماما. حقي يا بنتي ممكن اسامح فيه، لكن حق ربنا مش ممكن اسامح فيه ابدا. يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي راحت في الصفقه دي اختبار من ربنا لينا، وفي نفس الوقت بيعاقب ابوكوا على اللي عمله انه خلط ماله الحلال بمال حرام. يا امي بس يعني لو افترضنا ان ال100 مليون مكسب الصفقه دي حرام، فيهم على الاقل 10 مليون حلال اللي هم اصل مالنا اصل فلوسنا، ودول كل اللي نمتلكهم دلوقتي، معقوله نسيبهم يروحوا كده؟ ده احنا كده يا ماما اللي بنتعاقب مش هو. يعني معقوله هنسيب مال ابونا اللي قاعد يجمعه السنين دي كلها بعرق جبينه يروح بسهوله كده؟ عشان نجيب فلوسنا الحلال رجلنا هتيجي في الحرام وهنقع في المحظور. عشان كده كان عقاب ربنا سبحانه وتعالى لابوكوا، ضيع له ماله لانه خلطه بمال حرام، ما يبقاش بقى ماله وعياله. ماما معاها حق، كل واحد يعيش على قد دخله اللي ربنا كاتبه له لحد ما ربنا يسهلها بقى والمدبغه والمحل يسدوا الديون اللي علينا. ودول هيتسدوا في قد ايه بقى ان شاء الله؟ دول 6 مليون جنيه غير الفوائد. وماله، كفاره للي فات كله، وقد ربنا يعوضنا ويدينا على قد نيتنا ويغنينا بالحلال. وهو البنك ان شاء الله هيستنانا على ما ربنا يغنينا بالحلال ويعوضنا؟ ده احنا سالفين الفلوس دي عشان نستورد كيماويات ونردها بعد 6 شهور، ولو ما سددناهاش البنك هيحجز على كل ممتلكاتنا ونبقى في الشارع. خلاص نرجع ونعيش في العطارين، البيت اللي اتولدتوا فيه كلكم وتربيتوا انتوا صغيرين. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ازاي هنرجع العطارين تاني؟ عندك حل تاني؟ ايوه بس الناس هتقول علينا ايه لما نفتقر كده؟ العار يا ابني مش في فقر الفلوس، العار في فقر النفوس. وانتوا ما شاء الله بقيتوا رجاله محترمين وقد الدنيا ومالوا هدومكم، تقدروا بقى كل واحد فيكم يبني نفسه بدراعه وبالحلال زي ما ابوك الله يرحمه عمل في بدايه حياته. ايه الاخبار النهارده يا دكتور؟ للاسف حاله القلب بتضعف يوم عن يوم، لازم يتنقل له قلب جديد وبسرعه. على فكره احنا دخلنا في مرحله الخطر وربنا يستر. اشرف بيه، انا عارف ان ده مش وقته، بس يا ريت حضرتك تعدي على الحسابات، يعني تورد لهم مبلغ تحت الحساب. شكرا. الصبر من عندك يا رب. كده برضه يا حاج؟ بقى دي عاملة تعملها فينا؟ كنت عايز تسترنا اديك عرتنا، كنت عايز تغنينا اديك فقرتنا، مبقتش عارف ادعيلك بالرحمه ولا ادعي عليك. اسمعني افهم كلامي، تعالى سعد احضرني. شوف يا سعد، انا بقول ان هم حلين مالهمش تالت، يا نقبل نطاطي شويه صغيرين لحد ما الليلة تعدي، يا نرفض ونستحمل الخساره. بس دي خساره كبيره قوي. هو ده بقى مربط الفرس، تعالوا بقى نحسبها كده مكسب وخساره ونشوف هنكسب ايه ونخسر كام.
وبناء عليه نختار بقى نرفض او نوافق. انت بتقول ايه؟ ده مبدا مرفوض من اساسه. ايه يا اخي الجبروت اللي انت فيه ده؟ مع انه اكتر واحد فينا محتاج الفلوس عشان تعالج ابنك. الفلوس سبب من اسباب كتيره ممكن تعالج ابني، انما الشافي الحقيقي هو الله. ازاي اطلب منه انه يشفي ابني وانا في نفس الوقت بعصيه وبخالف اوامره؟ بصراحه ما تعودتش اعمل كده، ولو حاولت يا اخي مش هعرف. انت غريب قوي يا اشرف. يمكن اكون مثالي في زمن ما فيهوش مثاليه، انما انا هفضل كده ومش هتغير. وابنك؟ ابني بين ايدين ربنا، ولو عالجته بفلوس حرام ممكن يموت برضه، ولا اللي معاهم فلوس ما بيموتوش. انت قاسي قوي عليه. بالعكس، انا بحبه اكتر من نفسي، وعشان كده عاوز احافظ على الصله الوحيده اللي بيني وبين ربنا. يمكن يكون هو ده السبب الوحيد لعلاجه. افهم بقى يا اخي. اشرف، تعال اشرف. لا اله الا الله. اخوك ده عايز يفقدنا. هو برضه اللي هيفقدنا. انا مش زعلان ان هم شكوا فيا، الصدمه كانت شديده عليهم. انا لو مكانهم كنت هفكر كده. ولا يهمك يا سي مختار. اللي انا زعلان عليها سماح ان اشوف شقايا وشقى ابويا قدام عينيا وبيضيع ومش عارف اعمل له حاجه. كفايه انك صرحتهم بالحقيقه وخلصت ضميرك. يا ريتني ما قلت لهم، يا ريتني ما قلت لهم. ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، انت كده هتموت نفسك. يا ريتني اموت واستريح. بعد الشر عليك، اوعى اسمع منك الكلمه دي تاني. ده انت روح اللي بتنفس بيها. دول لو يعرفوا رجولتك وجدعنتك كانوا شالوك من على الارض شيل. يا سماح، دول شككوني في نفسي، قالوا اني اناني وبتاع مصلحتي. فاشر، ده انت راجل وسيد الرجاله، والدليل على كلامي ده جوازك ليا. يمكن اول مره اقول لك الكلام ده، بس هي دي الحقيقه. انت حمتني من كلاب سكك كتير كانوا ممكن ينهشوا في لحمي لو كنت لوحدي. فتحت لي حضنك وبيتك في الوقت اللي كلهم قفلوا ببانهم في وشي. تبقى جدع ولا مش جدع؟ اصيله يا سماح، ده العشم برضه. اجازه شهر يا سعد؟ معلش يعني، اصل انا تعبان ومحتاج استريح شويه. ايوه بس كده الشغل يتعطل. لا لا هيتعطل ولا حاجه، في زملاء كتير ممكن يشتغلوا بدالي. سعد مفيش حد زيك. اصل في يعني في امور عائليه كده لازم اخلصها بنفسي. عموما براحتك بقى، لما بابا يجي انت ادخل قدم له اجازتك وشوف هيقول لك ايه. لا انا افضل تقدميها له انت. ليه يا سعد؟ بصراحه مش هقدر استحمل ان هو يضغط عليا وانا مش عايز اعمل مشاكل. للدرجه دي؟ انا مضغوط قوي يا صفية، مضغوط بجد وعايز استريح. طب تسمح لي اعزمك على فنجان قهوه بره المكتب ونتكلم مع بعض شويه؟ يعني مش دلوقتي عشان انا مشغول ومش وقته يعني. لا هو ده وقته. بقول لك ايه، انا مش هسيبك غير واحنا الاثنين بنشرب فنجان قهوه مع بعض وبنتكلم. ممكن؟ يا رشا، خطيبك يتكلم ولا لا؟ كلمها على الموبايل من يومين ما ردتش عليه. ليه كده يا بنتي؟ بابا ده خطيبي وانا حره في معاملتي ليه. مش جايز كان بيكلمك عشان يصالحك. قلت لها كده ما سمعتش كلامي. نشفان دماغك ده هيطيره منك. انا هكلمه واشوف حكايته ايه. بابا لو سمحت. لا بنت، ده خطيب بنتي ومن حقي اكلمه من الموبايل بتاعي زي ما انا عايز. ثم الكارت اللي فيه ده بتاعي ولا بتاعك؟ الو. ايوه يا عمي، معلش اصل ما كنتش فاضي. رشا؟ لا مش هقدر اكلمها دلوقتي. ايوه عندي شغل، لما اخلص قول لها بعدين، قول لها هيبقى يكلمك بعدين. يلا سلام. شكلك حزين قوي يا سعد. أول مرة أعرف يعني إيه حزن بجد يا صفية. مالك في إيه؟ إحنا مش أصحاب؟ ما تحكي لي. فراق أبويا مأثر فيا قوي ومرر عليا عشت. أنت حساس قوي يا سعد. يمكن. تعرف أنت لما هتاخد أجازة المكتب هيبقى ضلمة قوي. ده بس عشان أنت بتحبيني. يمكن. شكل صوته كده بتغير.
زي ما تكون زعلان. امال يعني عايز يكون فرحان؟ ده ابوه لسه ما فرش في تربته. بابا. نعم. بقول لك ايه؟ نعم. هو لما انت قلت له اجيب لك رشا قال لك ايه؟ قال لي بعدين ابقى اكلمها، انا مش فاضي دلوقتي، وراح دلقني زي الجردل. طب وده معناته ايه ده؟ معناه ان بنتك تقلت عليه لحد ما فطسته وطفش. يا لهوي طفش! لا 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 لا، سعد عمره ما يعمل كده ابدا. اهو عملها يا اختي، هو انتوا عمركم قعدتوا 3 ايام بحالهم زعلانين من بعض؟ فعلا دي اول مره يعملها. انا فقري وانت بنتي واكيد طلعاني. يا راجل تفي من بقك، فلا الله ولا فالك، ايه الفال الوحش ده؟ انا خايف قوي يا مختار. خايف من ايه بس؟ اصل دي لعبه خطيره، ولو البوليس مسكنا ممكن نروح كلنا في 60 داهيه. لو خايف من البوليس امضي لي على التوكيل وسيبنا العبها لوحدي، وليك عليا هقبضك نصيبك وانت هتجيب بيتكم. افرض اتقفشت. لو اتقفشت هشيلها لوحدي، انتوا مفيش عليكوا اي مسؤوليه جنائيه بتاتا. طب والفضيحه؟ انت ناسي ان انت اخونا؟ يا سيدي ساعتها بتبروا مني، وكل عيله فيها الصالح وفيها المنحرف، انا يا سيدي منحرف. لا لا لا، دي تبقى مصيبه، مصيبه كبيره. يا سعد يا اخويا، مفيش اكبر من مصيبه الفقر والاحساس بالذل والعار قصاد الناس. اتفضل يا اشرف باشا، ده شيك بمليون جنيه. ياه، انت كده بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا سامي بيه. يا راجل دي الناس لبعضيها. بس ده مبلغ كبير قوي وانا مش هقدر اسده. ما تسدوش يا سيدي، اعتبره عربون شغل ولك زيهم كده لو تم المراد. وايه هو بقى المراد كده ان شاء الله؟ تفليته تخليني اهرب من السجن هنا. انا عاوز اسافر بره عشان اجيب الفلوس واحل مشاكلي. هتدفع 2 مليون جنيه عشان تهرب من هنا؟ مش كتير على الحريه. ويا ترى بقى عندك كام قدهم بره مصر عشان تدفع مبلغ زي ده؟ جرايه يا اشرف باشا، انت مأمور ضرايب ولا ايه؟ لو انت الصادق، انا ضابط بوليس وبحقق معاك. رد على سياده الرائد يا سامي بيه. ايه ده؟ تردي على عرضك يا سامي باشا. انت متهم برشوه موظف حكومي اثناء تاديه وظيفته، وطبعا في ادله وتسجيلات على الكلام ده، ودي قضية زيادة على اللي عندك يا سامي بيه. كده برضه يا أشرف باشا، وأنا اللي كنت عاوز أساعدك؟ عايز تساعدني ولا عايز تستغل ضعفي؟ مش كل الناس حاطين يافطة للبيع على صدرهم. هتوب. مع إني واخدة على خاطري منك، بس ما قدرتش أبعد عنك أكتر من كده. رشا أنا آسف. خلاص بقى يا سعد، ما تفكرنيش باللي فات، لحسن أنا مجنونة واتخانق معاك تاني. لا أنت هتقولي لي؟ ده أنا أكتر واحد في الدنيا عارف جنانك. كده يا سعد؟ هو أنت عليك ما تسألش عليا 3 أيام بحالهم؟ معلش يا رشا، أصل أنا ظروفي متلخبطة أوي اليومين دول. ظروف إيه دي بقى اللي ما تخليكش تسأل على حبيبتك؟ خصوصا يعني واحنا متخانقين. ما أنا كلمتك أول امبارح بالليل. دي مرة واحدة بس. أيوة، ما أنت لما ما رديتيش عليا قلت أكيد نايمة. بصراحة يعني تاني يوم انشغلت طول النهار. اتشغلت في ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اصلا واخد اجازة من الشغل. وانت عرفت منين؟ انا رحت لك الشغل وعرفت انك في اجازة. في ايه يا سعد؟ لا مفيش حاجة. لا يا سعد، انت شكلك كده مخبي عليا حاجة. بصراحة بقى وبصراحة اكتر انا عايز افضفضلك، لانك مش غريبة عني وحقك انك تعرفي. في ايه يا سعد؟ اتكلم، قلقتني. رشا احنا في مشكلة عائلية كبيرة جدا. خير؟ في ايه؟ بعد وفاة بابا الله يرحمه اكتشفنا ان حساباته في البنوك كلها فاضية، وانه رهن كل الاصول لصالح البنك. يا نهار اسود، يعني ايه؟ فلسته؟ لا ما فلسناش ولا حاجة، ما احنا اكتشفنا بعد كده ان هو كان عايز يجمع 10 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 10 مليون جنيه؟ كان عايز يدخل بيهم صفقة مكسبها 1000%، يعني العشرة مليون ممكن يبقوا 100 مليون. سعد، الفلوس دي كلها؟ هو ده المكسب المتوقع لو الصفقة دي عدت على خير. وإيه اللي مش هيخليها تعدي على خير؟ أصلها صفقة أدوية متهربة، ولو اتمسكت
ممكن كلنا نروح في 60 داهية. يا شيخ فلا الله ولا فالك، ان شاء الله هتعدي وهتبقى زي الفل. يعني انت شايفه كده؟ هو في غير كده؟ طب انت يعني ما ضايقكيش خالص ان بابا الله يرحمه كان بيتاجر في الادويه المتهربه؟ ما يتاجر في اللي هو عايز يتاجر فيه، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ مش انا واخواتي اللي هنورث؟ اديك قلتها هتورثوا، يعني مالكوش دعوه باللي كان بيحصل قبل الورث. انتوا ليكوا دعوه، هتعملوا ايه بالورث؟ صدقي صح، هي صح واحده، ده 100 مليون صح. على فكره انت كنت شايق قوي المره اللي فاتت. اعمل لك ايه بس يا نعمه، ما انت اللي حلوه وزي القمر بتخلينا تشايقه. ما قلتليش عملت ايه مع مختار؟ طلب مهله ستي عشان يقنع اخواته، ربنا يستر. نديم انا في عرضك، اوعى تلغي العمليه دي. لو ليه يا نعمه، لو العمليه دي نجحت هتعملي ايه بفلوسك؟ يا خراشي، ده انا هعمل حاجات كتير قوي. وانت؟ انا هعمل حاجات اكتر. لا، لو عاوزني في الحلال نتجوز. امال هتفضل داخل خارج عليا كده من غير صفه؟ وحنان صاحبتي لكن رضا الرب اهم من رضا العبد. ايوه نعمه، بس يعني كنتش عامل حسابي على جواز. ليه يا اخويا؟ وانا مشبهش ولا مشبهش؟ ولا يمكن حنان احسن مني؟ بالعكس، ده انتي قشطة القشط يا نعمة. بس يعني انا ما كانش في ترتيبي ان ابقى متجوز اتنين. هو الجواز بالترتيب ده اسمه ونصيب. وبعدين لو مش عاوز، انا حلوة والف من يتمناني. انت تعجب الباشا يا باشا. ماشي ماشي يا نعمة، اول ما العملية تتم على خير ونقبض الفلوس نكتب الكتاب. اهو كده تعجب. بصي بقى يا حبيبتي، احنا نحط فلوسي على فلوسك ونعمل شركة سوا. لا يا حبيبي، فلوسي في حضني، مالكش دعوة بحاجتي. ايه يا نعمة، هتحطيهم تحت البلاطة ولا ايه؟ حاجة زي كده عايزني انا؟ فلوسي لا. الشهاده دي اقل حاجه ممكن اقدمها لضابط مجتهد وامين زيك يا اشرف. الف شكر. لا شكر على واجب يا فندم. ايه مالك، شكلك مش فرحان؟ بالعكس يا فندم، انا فرحان جدا، بس ابني تعبان شويه. خير؟ عنده ايه؟ قلبه تعبان ومحتاج زرع قلب. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ووصلته في العلاج لحد فين؟ هي الحاله بتسوء يوم عن يوم، وزرع القلب ده تقريبا هيكلف اكتر من 1,000,000 جنيه، وبصراحه انا معيش المبلغ ده. سبحان الله، نفس المبلغ اللي انت محتاجه هو اللي انت رفضته. يمكن يكون اختبار من ربنا يا فندم عشان يمتحني، بس انا لا يمكن اعالج ابني بفلوس حرام. انت راجل شهم يا اشرف، واللي زيك قليلين اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. وانا وعدك ان اقدم طلب للسيد وزير الداخليه ان يوافق ان ابنك يتعالج على نفقه الوزاره. بجد يا فندم ده ممكن؟ دي اقل حاجه نقدمها لراجل محترم زيك يا اشرف. انما ايه المفاجاه الحلوه دي؟ كنت معديه من جنبك قلت اطلع اطمن عليك واشوفك عامله ايه. والله فيك الخير. المهم اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. ده الاستاذ نديم جوزك. الو، اهلا يا استاذ نديم. لا نمت ده ايه؟ ده انا عندي زيارة، مش هتصدق مين عندي. مراتك حنان. طب ما تعدي علينا، ده انا حتى بقالي فترة ما شفتكش. هاتيها هاتيها هاتيها. الو، اي حبيبي انت فين؟ طب ما تعدي علينا ونروح سوا. طب يا نديم اوكي، باي حبيبي. اسكتي، مش الحكايه اتنيلت على الاخر يا اختي يا حنان. حكايه ايه؟ حكايه المرحوم. مش الورثه وقعوا في بعض وما بقيناش عارفين ولا نستلم البضاعه ولا نسلمها، بس الاستاذ نديم جوز حضرتك واقف معايا وقفه راجل، اخ لاخته. ما هو ليه مصلحه هو كمان. مش بس عشان كده، بس هو انسان كويس، ربنا يخليكوا لبعض. امين يا حبيبتي. امين يا رب. هدى هدى، عمر هيتعالج. عمر هيتعالج. هيتعالج ازاي؟ الوزارة
وزاره وعدتني انها هتعالجه على نفقه الدوله. بجد يا اشرف؟ بجد يا حبيبتي، قلت لك ربنا مش هيسيبني ابدا. لا انا مش مصدقه. ما تقلقيش، شفتي هيخف ويبقى كويس. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الف الف مبروك، ربنا يتم وصفيه على خير وسلام يا رب. اهو كده نسمع خبر حلو يفرحنا. الحمد لله ربنا كريم. عشان تعرفوا يا ولاد ان الفلوس مش كل حاجه، الستر والصحه والبركه اهم من اي حاجه في الدنيا. مين اللي ما عندوش احساس وبيزغرط دلوقتي؟ الموضوع اصله يستاهل يا مختار. خير يا امي؟ عمر ابن اشرف هيتعالج على نفقه الدوله. بجد والله ده خبر هايل. مبروك مبروك يا اشرف، مبروك يا ودى. روح ويرجع لنا سالم غانم ان شاء الله. السلام عليكم. مختار رايح فين؟ عندي ميعاد مهم ولازم الحقه. ميعاد مع مين؟ كاري يا امي، هو تحقيق ولا ايه؟ اوعى تكون لسه بتفكر في العمليه اياها. ومن ناحيه بفكر، فانا بفكر انما اعمل ايه؟ ما باليد حيله بقى، ما طالما انت قلتي لا وكلهم قالوا لا، كلمتك تمشي على راسي طبعا. ربنا يسترها معاك ويسترها معاكم كلكم يا رب. يا دي الموبايلات اللي خوت الدماغي. هي طقم الموبايلات دي كلها يا معلم شكيل. هنعمل ايه بس يا عم نديم؟ هي دي خيوط العنكبوت اللي بتوصلني بصبياني في كل حته. طب والله ما انا راضي. شوف يا معلم شكيب، علشان ما اعطلكش وضيع وقتك. اتفضل. شو احنا هتوصل اخر الشهر؟ المكان والوقت اللي هنحدده تستنانا فيه بعربيه الفلوس. معقوله برضو؟ معقوله يا عم نديم هتستلم 100 مليون جنيه كاش في الشارع؟ ده كان شرطنا الوحيد يا معلم شكيب، الفلوس كاش. تاخد حقك وتدينا حقنا. ده انتوا قلم عجيبه قوي. اجيب لكم منين في ظرف 15 يوم 100 مليون كاش؟ خلاص بلاش، خليهم دولار عشان يبقى حجمهم اقل. وكمان بالدولار؟ اجيب لك منين يا عم نديم العمله الصعبه دي كلها؟ انت فاكرني ايه، البنك المركزي؟ لا 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 لا، البنك المركزي ولا حاجه يا معلم شكيب. شوف لو مش عايز في غيرك يشيل. غيري ده مين بس؟ ان شاء الله. إذا كنت أنا الوحيد اللي بورد لمصر المحروسة بمحافظاتها كلها. ما تخزنيش يا معلم، في محافظة أنت نسيتها. محافظة إيه دي بقى إن شاء الله؟ ده حتى حلوان و6 أكتوبر وكمان الأقصر ضمتهم للليستة. ليبيا. ليبيا؟ آه ليبيا، ليبيا يا معلم شكيب. أبو عابد جاهز وهيموت على البضاعة وهيدفع أكتر. معقولة برضه يا سنادين؟ هتجيب البضاعة مصر وبعدين توديها ليبيا. انا ايه اللي هيخليني ادخلها واخرجها؟ شوف يا معلم شكيب، احنا لو ما اتفقناش الشحنة دي هتطلع على ليبيا على طول. اخص، امال تبقى فين الوطنية؟ شجع بلدك وهاتها على مصر. خلاص خلاص يا معلم شكيب، كاشك يبقى جاهز اخر الشهر. عيب عليك يا عم نديم، يعني احنا هنطلع اقل من ابو عابد؟ ده انا بقول لك احنا اصلا اللي معلمينه الشغلانة. تحيا مصر. هو ده الكلام يا حبيبي. خير يا دكتور؟ للاسف يا مدام سماح، السونار والتحاليل اللي احنا عملناها بتؤكد ان صعب انك تحملي. صعب ليه؟ شوف يا ستي، انت عندك انسداد في الانابيب وعندك تكيسات على الموبايل. يا لهوي، يعني مش هخلف؟ في الوقت الحالي صعب، انما بالعلاج كل شيء ممكن. والعلاج ده هياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ شوف يا ستي، ده حسب استجابه الجسم، في بعض الناس استجابتهم سريعه ممكن خلال سنه. سنه؟ ولو الاستجابة بطيئة ممكن تاخد 5 سنين. 5؟ يا ستي خلي أملك في ربنا كبير. يا رب. أنا عايزاك تاخد بالك من حنان، شكلها كده شاكة في حاجة. ده يا شيخ؟ معرفش، وهي نازلة من عندي كده شكلها ما كانش طبيعي. طيب كويس بقى إنك قلتيلي علشان أعمل حسابي. طب قولي عملت إيه مع الراجل بتاع البضاعة؟ كله تمام، وعملت حسابي بقى على ترتيب جديد لو مختار فشل في اقناع اخواته. صباح الفل، ايه هو؟ شوف يا ستي، احنا هنهرب البضاعة عن طريق البحر وندخلها بمعرفتنا. صح كده، اهو ده الكلام. لسه يا نعومة تقيل ورا. هو لسه فيها اتقل بكتير. طب يا اخويا ما تقول. في الحالة دي بقى يا حبيبتي، احنا مش هنبقى محتاجين مختار واخواته في اي حاجة، ما لهمش لازمة اساسا في العملية. يعني ايه؟ هننطرهم؟ احلى نطره، ونقرا الفاتحه بقى للحاج عبد الستار اللي دفع لنا الفلوس، والمكسب بيني وبينك 50-50. هنقسم 100 مليون بيني وبينك؟ بعد ما نخصم نسبتي 15%.
ايه رايك انا عمى؟ بس تفتكر هما هيسيبونا؟ طب مش تصبحي عليا الاول؟ صباح الفل. صباح الفل. لا يا حبيبتي ما يسيبوناش، يروحوا يشتكوا. على رايك يروحوا يشتكوا. احنا هنهرب البضاعه عن طريق البحر وندخلها بمعرفتنا. صح كده، اهو ده الكلام. لسه يا نعومة تقيل ورا. هو لسه فيه اتقل بكتير. طب يا اخويا ما تقول. الحالة دي بقى يا حبيبتي احنا مش هنبقى محتاجين مختار واخواته في اي حاجة، ما لهمش لازمة اساسا في العملية. يعني ايه؟ هننطرهم؟ احلى نطرة، ونقرأ الفاتحة بقى للحاج عبد الستار اللي دفع لنا الفلوس، والمكسب بيني وبيني 50-50. هنقسم 100 مليون بيني وبينك؟ بعد ما نخصم نسبتي 15%. ايه رأيك انا عمى؟ بس تفتكر هما هيسيبونا؟ طب مش تصبحي عليا الأول؟ صباح الفل. صباح الفل. لا يا حبيبتي ما يسيبوناش، يروحوا يشتكوا. على رأيك يروحوا يشتكوا. مستنيه حد؟ لا. طب ما تشوفي مين؟ دي هي دي هي. يا مين؟ مراتك. مراتي؟ حنان. يا اهو. يلا تعالى. هنروح فين دلوقتي؟ منين؟ سلم الخدامين. نديم فين؟ نديم؟ وهو ايه اللي هيجيبه في ساعة زي دي يا حبيبتي؟ هو انا في محطة مصر؟ عربيته واقفة تحت. ما يمكن عربية شبهها. هي يا نعمة وفريدي، يمكن عند حد من صحابه هنا قاعد قريب. وبعدين ايه اللي هيجيبه عندي في ساعة زي دي؟ ماشي يا نعمة. انت يا بنت بتغيري على جوزك مني؟ ده انا صاحبتك وحبيبتي. هعمل ايه بس يا نعمة؟ عينيه ازاي غديم خليه عينيه في وسط راسي منه؟ عينيه دي يا حبيبتي على نفسه، انما انا لا، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. ما تزعليش مني يا نعمة. لا انا زعلانة. حقك عليا بقى. حقك عليا، ما تزعليش. ده انا اختك. اهدي يا ستي، مش كده، حرام عليكي نفسك. ده ازاي بس؟ ده ازاي والحقيقة اللي عرفتها مررت عيشتي؟ هو مش الدكتور قالك انه في علاج؟ حباله طويلة وبياخد سنين. وماله؟ طب دي طولة الامل تبلغ المحبة. ومختار؟ مختار اقول له ايه؟ قولي له على كل حاجة، وهو لو بيحبك وشريكي هيقدر الظروف ويصبر. ولو ما صبرش يبقى خلاص بقى، كل واحد يروح لحاله. يا رب اموت قبل ما اشوف اليوم ده. بعد الشر عليك يا ستي، ليه كده بس؟ مختار؟ مختار ده عيني اللي بشوف بيها، ده الحاجة الوحيدة الحلوة اللي بقى يالي في دنيتي الوحشة. ده انا لو بعدت عنه هبقى عاملة زي السمكة اللي بتخرج من ميتها. خلاص ما تقوليلوش دلوقتي، تابعي انتي مع الدكتور وخدي العلاج، ومين عارف يمكن ربنا يكتب لك الشفاء عن قريب. يا رب يا رب. يا نور انا حاسس ان انا بضيع وقت، انا مكاني مش هنا. ليه كده يا رؤوف؟ مش ده كان طموحك؟ طلع طموح قليل. تصوري انا في واحد صاحبي هنا كان من اواخر دفعته، لقيته عامل مشروع ناجح قوي. يا بنتي ده بقى واحد تاني. دي ارزاق وكل واحد بياخد رزقه. وانا اللي رزقي ما يبقاش زيه، انا طول عمري اشطر منه واذكى منه كمان. يا رؤوف كل واحد بياخد نصيبه. قصدك بيختار نصيبه. يعني ايه؟ انا قررت ارجع مصر وهشتغل في العمل الحر، وهبطل بقى حكايه التدريس دي. بطل تدريس؟ انا خدت منه ايه يعني غير وجع القلب وكملتوش اخر كل شهر. طب رتبت هتعمل ايه لما هترجع؟ انا في مشروع كده بفكر فيه، ولما ارجع هبقى ادرس خطواته. طب هترجع امتى؟ قدامي شهر كده وانزل ان شاء الله.
شهر يا رؤوف؟ مالك يا نور؟ صوتك زعلان كده ليه؟ لا مفيش، بس انت عارف يعني الحزن ما بيتنسيش. خلاص بقى حبيبتي. ماشي يا رؤوف، لا إله إلا الله، مع السلامة. مش عارفة أقوله إيه لما يرجع. لو كان بيحبك يا بنتي وشريكي مش هيفكر إذا كنت غنية ولا فقيرة. طب لو قبلني على فقري إزاي هغش وأخبي عليه حقيقة من حقه إنه يعرفها؟ تفتكري ممكن يسيبني يا أمي لو عرف إن أنا بنت تاجر مخدرات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي ستر سره في حياته، قادر يا بنتي يستر سره في مماته. الله يسامحه بقى. الفضايح ريحتها بتبان مهما طال عليها الزمن. مش عارفة لما يعرف حقيقتي يا أمي هيبقى موقفي إيه؟ هيبقى موقفي إيه يا أمي؟ يا حبيبتي يا بنتي هيبقى موقفي إيه؟ يا حبيبتي خير يا حبيبتي إن شاء الله خير يا بناتي. أنا تعبانة أوي يا أمي، تعبانة أوي. مساء الخير يا دي النيلة، عايزة إيه تاني؟ مش تقولي لي اتفضلي الأول؟ كل سنة وأنت طيبة يا ستي. أنت فاكرة عيد ميلادي؟ طبعا يا نعمة، ده انت اختي يا حبيبتي. يا رب يديم المعروف دايما كده. اتفضلي اتفضلي. وايه ده؟ دي هديه عيد ميلادك، تعالي اوريها لك. ده بقى تمثال كيوبيد اله الحب، عشان يفضل الحب بيني وبينك كده على طول يا حبيبتي يا صديقه عمري. دايما يا حبيبتي ان شاء الله. وكمان عشان تنسي اللي حصل بينا المره اللي فاتت وتعرفي ان انا واثقه فيكي. هي دي هديتي الحقيقيه يا حنونه يا جميله. انت تعيشي ليا يا حبيبتي يا صاحبتي. وليا يا قلبي. الو، مكافحه المخدرات؟ انا ببلغ عن واحده بتتاجر في المخدرات اسمها نعمه سيد نجيب، عندها في الشقه. فين؟ في قعدة التمثال. العنوان. طب اكتب عندك. انا عايزك تطمن خالص. حنان طلعت ما عندهاش فكره عن اي حاجه في اي حاجه. انا خلصت يا ستي. حضرتك عايزه حاجه مني قبل ما انزل؟ اه، خدي التمثال ده وحطيه على الترابيزه دي. حاضر يا ستي. تمثال ايه؟ مش حنان جات لي النهارده الصبح وجايبه لي تمثال بمناسبه عيد ميلادي؟ اه النهارده. لما اشوف بقى غلاوتي عندك. خلاص هشوفك النهارده. سلام. يا نهار ابوك يا اسود، كسرت الواد. والله ما قصدي يا ست. ايه ده؟ مخدرات؟ والله ما ليا دعوه بيها. يا بنت المؤذيه، لو قلنا لا هنفتقر وهنتفضح قدام الناس، ولو قلنا اه هنلغي شرفنا وانسانيتنا واخلاقنا اللي اتربينا عليها. الله يسامحك يا بابا، رفعنا على كفوف الراحه لسبع سما وحدفنا بكل اسول سبع ارض. إن شاء الله ربنا هيفك أزمتنا. إزاي؟ إزاي يا نورة؟ إزاي هنقدر نحافظ على مستوانا الاجتماعي اللي اتعودنا عليه؟ الحل الوحيد إننا نتنازل عن راحتنا المادية عشان نريح ضميرنا ونمشي برأي ماما. والله يا نورة أنا ما عنديش مانع أتنازل عن راحتي المادية، بس يعني بطريقة تسمح لي إن أعيش حياتي بشكل طبيعي، مش هنزل على الأرض مرة واحدة كده. يعني إيه يا سعد؟ يعني أنت بنت وزوجة وفي راجل مسؤولة منه، إنما لو كنت ولد وداخلة على جواز ومسؤولية وجهاز كنت هتعرفي يعني إيه. مين حضرتك؟ احنا يا مباحث مكافحة المخدرات. يا لهوي، انت بقى صاحبة الشقة؟ انا يا حضرتك الضابط صاحبة الشقة. خير؟ جات لنا اخبارية وجايين نتأكد منها. اخبارية ايه؟ ما لقيناش حاجة يا فندم. ما لقيناش أي أثر للاتصال بالشقة يا فندم. كده طب يلا بينا. ايه هو اللي يلا بينا؟
مش افهم الحكايه الاول. كان بلاغ فيكي والظاهر انه بلاغ كاذب. بلاغ ايه؟ البلاغ بيقول انك بتتاجر في المخدرات. مخدرات؟ يا لهوي، وانا هتاجر في المخدرات ليه ان شاء الله؟ ده انا ارملت الحاج عبد الستار ليه الاكبر تاجر جلود فيكي يا مصر، ومعايا فلوس بالكوم. الله اكبر، يا رب يزيدني. على العموم احنا متاسفين، يلا بينا. ماشي يا حنين. ها هنعمل ايه؟ انا خلصت اجراءات القلب الجديد وبعتها. بعتها لمين؟ لبنوك الاعضاء بره مصر. والموضوع ده هياخد وقت طويل؟ في الحقيقه هي ملهاش وقت محدد. احنا بنبعت اسم المريض على الويتنج ليست عندهم، ولما بيتوفر عندهم القلب المطلوب بيتصلوا بينا، الوزاره بتورد ثمنه، وبعدين بنسافر على طول. طبعا ده بيبقى قلب واحد ميت في حادثه. ظروف الوفاه مش مهمه يا اشرف بيه، لانها كتير. المهم ان القلب يكون سليم، وتحليل الانسجه بتاعته تتوافق مع انسجه ابنك عمر، لان لو ده ما حصلش لما هنيجي نزرع القلب الجسم هيرفضه. هو مش اي قلب ينفع نزرعه له؟ لا طبعا، الانسجه وفصيله الدم بيلعبوا دور مهم جدا في العمليه بتاعتنا. ان شاء الله ربنا يسترها معانا. اشرف بيه انا عايزك تطمن، الاجراءات ماشيه تمام، وفي ظرف ايام هتكون على الويتنج ليست عندهم. اطمن. انت ونوره بالذات هتتعبوا قوي يا سعد. ايوه، اشمعنى انا ونوره بقى بالذات؟ لانكم ولاد عز متدلعين ومولودين في بقكم على ادب. تعرف يا مختار؟ قول. انا يعني المشكله ان انا ما تعودتش اعيش مفلس، ما فيش في جيبي ولا نكله. بابا الله يرحمه كان دايما بيقف جنبي وبيساعدني وبيعوضني كل اللي ناقصني. شفت بقى؟ طب والعمل يا مختار؟ مفيش غير اننا ننفذ العمليه يا سعد. عمليه ايه؟ عمليه ايه يا مختار؟ دي عمليه خطر وضد القانون وممكن نروح في داهيه. حتى لو ده حصل ديت ايه؟ كام سنه سجن وهنخرج تاني؟ سجن ايه يا مختار؟ سجن ايه؟ دي مخدرات، يعني اعدام. مخدرات مين؟ بقول لك دي ادويه، يعني بشويه لمع من المحامين بتوعنا هترسى على سجن. هو انت كده بتطمني يعني؟ طبعا، وده أسوأ الفروض. انما لو العمليه نجحت هنخرج من سجن الفقر اللي بيهددنا ونقول له باي باي. انت عارف يا مختار ان انا لو اتسجنت ممكن اموت فيها؟ بعد الشر عليك. بص للنص المليان من الكوبايه، مفيش حلاوه يا سعد يا اخويا من غير نار. طب افرض النار دي بقى لساعتنا؟ قلت لك لساعتها، دي ليها علاج. انما لو الفقر فطسنا هنتكتم ونموت. وانت حر بقى، شوف تستحمل لسع النار ولا كتمة الفقر وتموت. لا اعيش ملسوع طبعا. لما عرفت ان عمر هيتعالج وان في امل، الحياه رجعت نورت من تاني. شوفي يا هدى، مهما كانت حياتنا ضلمه لازم ندور على الامل اللي نورها لنا، وما نستسلمش ابدا للياس. مع اني مش عارفه العمليه دي ممكن تكون نتيجتها ايه، انما انا حاسه بروح ان عمر هيتعالج. ما تفكريش ابدا في النتيجه، فكري بس في صحه ابنك اللي هترجع له. واوعي تخلي الافكار السلبيه دي تملى دماغك، خلي دايما املك في ربنا كبير. ونعم بالله. شفت بنت اللئيمه عملت فيا ايه؟ اهدي اهدي يا نعمه. اهدى اهدى. انت متاكده ان هي اللي عملت كده؟ طبعا يا اخويا متاكده، والضابط بنفسه اكد لي ان في بلاغ معمول ضدي، وكانوا جايين مقصدين التمثال. طب التمثال ده عملتي فيه ايه؟ لستر ربنا الدفشش مليون حته، قمت لما باللي فيه ورميه بره الشقه، والا كان زمانك بتزورني في السجن. معقول؟ معقول الغيره توصل بيها للدرجه دي؟ انا قلت لك قبل كده البته دي شريره. عندك حق فعلا. انا عن نفسي خلاص انا مش هعرفها بعد كده، دي من النهارده بقت عدوتي. يا نعمه يا نعمه، مش وقته الكلام ده. العداوه يا اخويا ما بتجيش بالوقت، العداوه عامله زي المقدر كده بتجيلك في وشك طاس. مين يا نعمة؟ أنا مش عايزها تحس إن إحنا عرفنا أي حاجة لحد العملية ما تتم بهدوء. وهي هتعرف منين؟ لا أنا هقول لها ولا أنت. طب اسمعني، أنا هقول لها العملية اتلغت علشان أنا من شرها، وإنتي بقى. أنا يا أخويا مش عايزة أعرفها تاني. غلط غلط يا نعمة، أنا عايزك تعمليها عادي خالص لحد ما يتم المراد. أنا لو شفتها هجيبها من شعرها. خلاص أنت حرة، هاتيها بقى من شعرها زي ما أنت عايزة، خليها بقى تحطك في دماغها وتنخور وراكي لحد ما تبوظ لنا النظام. يا لهوي، يا ما نفسي أكلها بسناني. بعدين أنا وأنت هناكلها بسناننا. المهم دلوقتي لما نقابلها خدها بالحب ونطبطب في
فهمتي؟ فهمت. ربنا يقدرني بقى على الطبطبة. اتفضل يا سيدي، ادي التوكيل بتاعي. انت كده راجل وجدع وقد كلمتك. بس انا بصراحة خايف قوي يا مختار. اوعى تخاف، الدنيا اللي احنا فيها دي عايزة الأسد. ايوه بس انا مش أسد. بيبقى أرنب، وأرنبتك دي هتشجع الناس انها تاكلك. تاكلني؟ طبعا. عمرك كلت ملوخية بالأسود؟ ليه وانا عبيط عشان اكل ملوخية بالأسود؟ هو في ملوخية بالأسود اصلا يا ابني؟ انما كام مرة كلت ملوخية بالأرانب؟ لا كتير بصراحة. شفت بقى، عشان كده لازم تبقى أسد، واللي يخزق لك عين تصفي له الاثنين. يا مختار الجو ده، هو احنا في خناقه؟ اكتر، دي حياه وموت، واللي هيعيش فيها هو القوي، هو اللي هيفضل. عشان كده نفسي نبقى كلنا ايد واحده، عشان ضربتنا يا سعد يا اخويا تبقى قاضيه. والله انت عندك حق، يعني الكتره تغلب الشجاعه. انا دلوقتي معايا توكيل منك ومن ماما ومن نوره، مش فاضل غير اشرف. انت عارف اشرف محبكها حبتين. مش وقت التحبيك ده يا عم سعد، ده انا كنت فاكره أول واحد هيجري يعمل التوكيل عشان خاطر ابنه اللي بين الحياة والموت. انت برضه لازم تقدر يعني انه ظابط وموقفه حساس. هياخد ايه من الظبطية دي؟ ده العملية بتاعتنا هي اللي هتظبطه. يا ريت تحاول معاه. أنا؟ جرب كده معاه، حاول تقنعه. أنا وهو دايما بنعمل قفلة يا سعد. لا ما أنت عارف أشرف راسه ناشفة ومش هيوافق. حاول، يمكن تلين. ماشي، انا هروح اقابله واحاول اقنعه وهقول له كل اللي انت قلته لي دلوقتي. يلا، عايز مني حاجه تانية؟ تعيش يا سعد. سلام. ربنا يحفظ طريقك. اخ، مش فاضل غيرك يا حضره الضابط. عايز لك ترتيب من مخ ديب. حالتها احسن كتير الحمد لله. وجود الامل في حياتها مهم جدا، وهو اللي هيساعدها تتخطى المشكله دي بسهوله. يعني هي ممكن ترجع زي الاول؟ طبعا، هي فعلا اتقدمت خطوات. خطوات؟ استاذ اشرف، الحاله النفسيه للمريض بتتحسن تدريجيا، وهي اللي في النهايه هتخليها توصل لطريق العلاج بالكامل. وفي حاله مرضك المشكله اصلا بسيطه جدا، مرض ابنك هو السبب، ومشكلته الحمد لله ابتدت تتحل. يعني في امل؟ طبعا، هدى مش مريضه نفسيا، وتاريخها بيأكد ان ما عندهاش اي ميول ادمانيه. يعني ايه؟ يعني هي لو لمست اي تحسن في حاله ابنك الصحيه هتخف وهتبقى زي الفل. ربنا يطمنك. دي مسألة خطر، انت ابو المخاطر يا شنواني. يا باشا انا رقبتي سداد، انت عارف انا من زمان وانا عايز اخدمك. ما هو جه وقت الخدمة. انا ممكن اسرق لك سرير، اقتل لك قتيل، انما اللي بتقوله ده صعب. مفيش حاجة صعبة يا شنواني. يا باشا ربنا يعلي نجمك، ابعد عن الداخلية، انا ما صدقت غفله عني. يعني بترفض؟ مش قوي. يعني ايه؟ يعني عملية زي دي هتكلفك كتير. كام؟ 50 باكو. 50 باكو؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ مبقاش في ضمير وانا بعمل عملية ارهابية. اكتر، ده انت عايز تهرب مساجين من جوه السجن، وفي حالة زي دي البوليس هيتدخل ويقاوم ويبقى فيه دم. ها؟ دم لا شنوان، دم لا. انا اهم حاجة عندي الضابط يفضل سليم، انا عايز اذيه في شغله وبس، مش اموته. الظاهر كده يا باشا ان في بينك وبينه طار وعايز تخلصه. بالعكس، ده حبيبي، حبيبي قوي. هو بس اللي مش فاهم مصلحته وفاهم الدنيا غلط. يا باشا من غير ما تقول ده ظابط، يعني لازم نحافظ عليه بدل ما نولع النار ويبقى في بيننا وبين الداخلية طار. عشان الشاعر الحلو ده هنخليهم 30,000 جنيه. 50,000 جنيه يا عم، انت بتسمع ازاي؟ خصم الحبيبة ده عملية زفرة، ومش انا اللي هقوم بيها. زفرة يعني مشمومة، قصدي ممكن يسيل فيها دم ميري، وما يقدرش على الميري الا ولاد الحرام قوي. هو في ولاد حرام وفي ولاد حرام قوي؟ امال يا باشا، انا ابن حرام ونعم. ما وصلش اكون ابن حرام قوي، دي رتب بقى. امال ايه يا باشا، ده الاجرام درجات. يعني اللي انت هتجيبهم لي دول لواءات في شغلهم؟ دول فرق الموت، عايشين في الجبل، قلوبهم ماتت وقفنت من زمان، ما يتورعوش يعملوا اي حاجه في اي حد، حتى لو كانت الحكومه، لا ده ما هيدفعوا الثمن. اذا كان كده ماشي، بكره الصبح يكون عندك نص المبلغ. والنص التاني بعد ما نخلص يا خفيف. اتفقنا. فتحه. الحمد لله رب العالمين،
اللي حصل ده بيأكد لنا ان ربنا موجود ومش هيسيبنا ابدا. انا اسفه اذا كنت تعبتك معايا الفتره اللي فاتت. لا يا حبيبتي تعبك راح، المهم انك تبقي احسن دلوقتي. لا احسن كتير الحمد لله. الحمد لله. يعني ما بقتيش تاخدي المهدئات؟ ما خدتش ولا واحده من الصبح. برافو. ولو طلبت منك بقى انك تديهم لي هتوافقي ولا ترفضي؟ ادي لك كل الحبوب كلها. طب ما تخليهم معايا يمكن احس ان انا تعبانه. لا 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 تعبانه ايه، وبعدين علاج اي تعب عندنا عند ربنا، يعني لازم نشكره. قومي بقى كده هاتي كل اللي معاكي وتعالي نصلي ركعتين شكر لله. لا ما شاء الله، دي ايه الوليمه دي كلها؟ الف هنا وشفا يا حبيبي، مسرح ما يسري يمري. شوف يا سعد يا ابني، انا عايزك تمسح اللي على الترابيزه ده كله. هو استخسار ولا ايه؟ لا لا مش هقدر، ده كتير قوي. بالهنا والشفا يا حبيبي. قول لي يا سعد يا اخويا، عملتوا ايه في العمليه بتاعتكم؟ عمليه ايه؟ العمليه الكبيره اللي هتيجي بالخير كله. 15 يوم بالكتير وتكون الصفقه وصلت. توصل يا اخويا بالف سلامه. ايه يا سعد؟ قول لي انت نصيبك يبقى كام كده يعني؟ كتير يا عم ما تعدش. كتير كام يعني؟ يعني مش اقل من 20 مليون جنيه. ايه؟ 20 مليون مرحب. هاتي العريسك يحل يا بنت. ايه يا بابا مش لما يخلص اكل الاول؟ لا يحل وياكل في نفس الوقت، احنا عندنا كام ساعة؟ طبعا ده سعد، ده وش السعد. طبعا كل يا اخويا كل. كل يا اخويا كل. كل يا حبيبي يا دي الفلوس دي ليها سحر جميل قوي، تخلي الكل تحت رجليك. اهو كده، اهو كده الواحد يعيش متشال على كفوف الراحة. يا رب وفقنا وما تفضحناش ابدا يا رب. السلام عليكم. مختار تعالي حبيبي انا عاوزاك. خير يا حاجة؟ على فكرة عايزة اقول لك بس على حاجة، انا واختك لغينا التوكيل اللي احنا عاملينه لك. لغيته ايه؟ ليه؟ عشان شيطانك ما يوزكش تعمل حاجة كده ولا كده. معقولة يا ماما؟ معقولة مش مأمناني على نفسك؟ انا خايفة عليك من نفسك يا ابني، وعلى العموم انا اعمل لك توكيل تاني بس مش دلوقتي. امال امتى؟ لما الشهر يعدي والصفقه السودا دي تبعد عننا. ما انا قلت لك اني شلت الموضوع ده من دماغي. علي انا الكلام ده يا مختار، انا عارفاك كويس. يا ماما يا ماما انا عايز احافظ عليكم. عمر المال الحرام ما بيعمر بيوت ابدا، لازم تتعظ من ابوك. ابوك الله يرحمه لما خلط المال الحلال بالحرام شوف حصل له ايه. حصل له ايه؟ الله يرحمك يا حاج، مات وارتاح وسابنا احنا نتعك فيها. يا ما دقت على الراس طبول وربنا موجود. ده اسمه تواكل، احنا لازم نجتهد ونسعى عشان ربنا يدينا. نسعى في الخير مش في اذيه الناس. كل كالون وله مفتاحه. كالون ده ايه يا اخويا؟ يا ابني انت ليه مش عايز تفهمني؟ يا ماما انت اللي مش عايزه تفهمينا ولا تسمعينا، مش سامعه غير صوتك وبس، بتعاملينا على اننا لسه عيال صغيرين. احنا كبرنا ومن حقنا ناخد قراراتنا بنفسنا من غير ما يكون في حد واصي علينا. ولو قراراتكم دي بقى غلط وحد ضركم اقف اتفرج عليكم؟ سيبينا نتعلم من غلطاتنا. لو غلطه صغيره كان ممكن، لكن يا ابني ده كبير مالوش قرار مالوش اول ولا اخر، لو وقعتوا فيه هتخسروا دنيتكم واخرتكم. يا ماما خلينا نلاقي دنيتنا الاول وبعدين نبقى نفكر في اخرتنا. انت بتقول ايه يا ابني؟ اتجننت. يا ريت يا ريت، ده انا بفكر بالعقل. تقدري تقولي لي لما البنك يحجز على الفيلا وعلى المحل وعلى كل الاصول هنعيش فين وازاي؟ هنرجع للعطارين. وهناكل منين؟ هبيع الكام فدان اللي عندي اللي انا ورثتهم من ابويا، وبتمنهم نشوف لنا صرفه. ماشي، ولما الفلوس تخلص هنعيش منين؟ نحطهم في البنك ويطلعوا لنا مبلغ كل شهر لحد ما تقف على رجليكم. وناكل ربا يا حاجه؟ ربا؟ كده يبقى وقعنا في الحرام نفسه. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ما احنا هنبقى مضطرين، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. خلاص طالما كده مضطرين وكده مضطرين، نختار بقى الطريق الحلو اللي فيه المكسب. قصدك ايه؟ ننفذ العمليه ونعيش على بساط من الريح، بدل ما ناكل ملاليم بالفايز ونعيش متنغصين. مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. صدقيني يا حاجه انا بقول لك على الفايده. عارف لو عملت الموضوع ده انت لا ابني ولا عرفك،
وهكون بريئه منك ليوم الدين، فاهمه ولا لا؟ خلاص خلاص يا حاج، خلاص خلاص، اذا كان كده ماشي بلاها العمليه دي. كلامك يمشي على رقبتي طبعا. حاسب يا ابني، حاسب حاسب. تمت وكله قلصت. الله ينور يا شنواني، وانا قد كلامي واتفاقي معاك. 25 بقيت الاتفاق. بس في مشكله. خير كفى الله الشر. الظابط ماله؟ شكله تعور. ايه اتعور ازاي؟ جراله ايه؟ معرفش، بس لعل لما جم يهربوا عاصلك معاهم فاضطروا يضربوه رصاصتين عادي. يا نهارك اسود، يخرب بيتك. هو يهمك للدرجات يا مختار؟ طبعا يهمني، انا مش منبه عليك. طبعا. انت فين؟ عمال اكلمك من الصبح تليفونك مقفول. يا سعد خير؟ في حاجه ولا ايه؟ اشرف اتضرب عليه نار ونقلوه على المستشفى. ايه؟ طب هو كويس؟ الرصاصه جت في كتفه بس في مساجين هربت. المهم هو بيقولوا كويس. استاذن انا بقى مختار باشا. اذنك معاك يا معلم. سلام يا استاذ. مع الف سلامه. ده مين الراجل الغريب ده وايه الفلوس اللي خدها دي؟ ده جدع مخلصاتي كده بيخلص لنا دين لينا عند واحد مش عايز يرجعه. هو مش عايز يرجعه؟ الاخ ده بقى هيرجعه ازاي يعني؟ احنا مالنا بقى سعد يا اخويا؟ المهم ان الفلوس بترجع لنا. طب والله العظيم انت كده يا ده مختار. اشمعنى؟ يعني فتحت صدرك للدنيا كده وجرأتك بصراحه عاجبني يعني. خلاص خليك زي انا. ينفع؟ كل حاجه تنفع، المهم ان انت تكون عايز. يلا يا سعد احنا لسه هنقعد، يلا نطمع الخوك الغلبان ده. يلا ده غلبان وحالته تصعب على الكافر كمان. يلا يلا اسكتي، ده كان عيد ميلاد اسود ومهبب على دماغي. ليه حصل ايه يا اختي؟ بعد ما مشيتي قال الباب خبط، افتح الاقي في وش البوليس، قال ايه؟ بيدوروا على مخدرات. مخدرات؟ اه شوفي انت بقى. وعملتي ايه؟ ولا حاجه، قعدوا يفتشوا في البيت حته حته، وبعد ما ملقيوش حاجه اتأسفوا لي ومشي. اتأسفوا لك؟ طبعا، امال هيدوسوا في بيوت الناس في نصاص الليالي ويتهموهم بكل راضي وما يتأسفوش؟ امال فين الهدية اللي انا جبتها لك؟ اتكسرت واتدشدشت يا حبيبتي مليون حتة، فقمت قايلة للشغالة يلا ارميهم في الزبالة فداكي. اتكسرت؟ اه يا حبيبتي، ما انت عارفة اللي بيتكسر ما بيتصلحش، بس طبعا هديتك محفوظة وفي القلب وان شاء الله هردها لك. 10 مساجين يهربوا مرة واحدة؟ يا فندم أنا قاومت على قد ما أقدر، بس من الواضح إن هما كانوا مرتبين للهجوم ده، عشان كده استفردوا بينا. عموما الحمد لله على سلامتك، بس جهز نفسك عشان التحقيق هيبدأ بكرة. أنا جاهز يا فندم، بس أنا بأكد لحضرتك إن اللي حصل ده غصب عني، دول ضربوا علينا نار وكانوا هيموتوني لولا ساتر ربنا. عارف ومتأكد يا أشرف، أنت من أكفأ الضباط عندي، بس القانون قانون. وأنا بقترح عليك إنك تاخد إجازة لحد جرحك ما يخف. أنا حاسس من لهجة حضرتك إن أنا ممكن أتوقف. ما أقدرش أقول آه وما أقدرش أقول لأ، لكن إحنا هنكتفي بتجميدك لحد التحقيق ما ينتهي وتثبت براءتك، وأنا عارف إنك ضابط شاطر وواثق في براءتك. يعني إيه تجميد يا فندم؟ يعني هتيجي الشغل كل يوم عادي وهتقبض مرتبك، بس مش هتقوم بأي أعمال لحد ما ينتهي التحقيق معاك. هو أنا متوجه لي أي اتهام ولا حاجة يا فندم؟ كلنا متهمين بالتقصير يا أشرف، أنا نفسي هيتحقق معايا. الداخلية مقلوبة والموضوع مش هيعدي بالساهل، خصوصا ان في 2 من اللي هربوا متهمين في قضية التنظيم الدولي، ده غير الثلاث عساكر اللي ماتوا. تفتكر يا فندم الموضوع ده ممكن يأثر على قرار الداخلية في علاج ابني؟ مستحيل طبعا، ابنك انسان اولا ومواطن مصري ثانيا، محدش يقدر يوقف علاجه، بس الموضوع هيهدى شوية لحد ما ينتهي التحقيق معاك وتثبت براءتك. طيب افرض سعادتك انهم وجهوا لنا تهمة التقصير، هيبقى من البجاحة ان احنا نطلب من الداخلية انها تعالج ابنك وانت مقصر في مهام شغلك.
اجراءات العلاج هتتاجل ليه؟ عشان هيحققوا معايا. وعمر ذنبه ايه؟ ذنبه النبني يا هدى. هدى دول 5000 جنيه مقابل ايه؟ هي مش الحاجه والدتي جات لك هي واختي نور اول امبارح ولغوا التوكيل. حصل. انا بقى عايزه ما حصلش. ايوه بس ده كده يبقى تزوير وبعدين فيها مسؤوليه عليا. استغفر الله، تزوير ايه؟ هو انا بقول لك الغي الالغه؟ امال سعادتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تغير تاريخ الالغه بتاريخ قدام شويه عشان التوكيل اللي معايا يفضل ساري لاخر الشهر بس. ايوه بس ده كده يبقى تزوير وبعدين لو اتعرفت اروح في داهيه. ما حدش هيعرف، حتى لو الحاجه عرفت عمرها ما هتبلغ البوليس. انا ابنها، معقول هتدخلني السجن؟ امال لغيت لك التوكيل ليه؟ اكيد مش مطمنه لك. بتعند معايا يا سيدي وانا ابنها وبتدلع عليها. ام وابنها بقى. وانا ايه بس اللي دخلني بينكم؟ انت ابنها اما انا لا. انا اضمن لك ان هي ما تبلغش عننا. بقول لك ايه، ما تخلينا في السليم احسن. بقول لك ايه، انت راجل طيب يا امين ومحترم، هنخليهم 10000 جنيه. ما اقدرش، ده دفتر وتاريخ يوم بيوم وانا مدون بنفسي، وبعدين في يوم راجع بيراجع ورايا. واعني الدفتر ده كبير على النار. نار ايه؟ كفاله الشر. هو مش وارد يا استاذ امين انه يحصل ماس كهربائي في الشهر العقاري والدفتر ده يولع باللي فيه؟ ولا الدفتر ده بقى والي من اولياء الله الصالحين؟ وارد بعد الشر. طيب يبقى نعمل كده، وساعتها بقى تبقى توثق تاريخ الفسخ بتاريخ شهر جاي مش فات. طب والميكرو فيلم ده كل التوكيلات بتسجل عليه؟ مالكش دعوه، انا هبعت حد من عندي هيولعها ويخرب لك الميكرو فيلم ده، وساعتها تبقى حادثه قضاء وقدر. بس انا ولا ليا دعوه. طبعا. معقوله؟ معقول اجيب سيرتك ولا رجلك يا استاذ امين؟ ده انت حبيبي. في الحاله دي هاخد 20000 جنيه. حبيبي يا استاذ امين، اذا كان كده ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ جبت لها الدكتور وطمني عليها، الحمد لله هي نايمه دلوقتي. يا عيني عليك يا اشرف يا ابني، كل ما تيجي تفرح تلاقي حاجه تزعلك. اعمل ايه بقى يا ماما؟ الظاهر مكتوب عليا الشقة طول الوقت. معلش يا حبيبي، دي ابتلاءات من عند ربنا. الصبر لحد امتى بس؟ انا خلاص صبري جاب اخره. اوعى اوعى يا اشرف، استغفر ربك يا حبيبي وخلي ايمانك بالله قوي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
القهوة يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي. تعرف انك وحشتني قوي؟ وانتي كمان يا حبيبتي، انتي كمان وحشتيني اكتر. اللي قولي يا حبيبي، هي العملية بتاعت الحاج عبد الستار هتتنفذ امتى؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا. انا هلغي العملية. ليه كده بس؟ عملية قلق، ممكن ننكشف ونروح كلنا في داهية. للدرجة دي؟ ابن الحاج عبد الستار يا ستي طلع ضابط بوليس، حددنا لو الشحنة دي دخلت هيبلغ عننا. ده عدو نفسه ده ولا ايه؟ انا عارف. وبعدين كمان انت عارفاني يا حنان، انا احب اشتغل في المداري. ها؟ احبش الفضايح بقى والجرس والناس توقف تتفرج ونروح كلنا في حديد. الغي بقى ولا ما الغيش؟ إيه، طب المسكينة نعمة دي بس هتعمل ايه؟ نعمة ربنا معاها بقى. هدى، هدى، ردي عليا يا هدى، هدى، هدى. شوية ان شاء الله هتبقى زي الفل. اهدى ازاي بس يا امي، هو انا ناقص خير يا دكتور؟ دي حاله انتحار واضحه، عندها تسمم بنسبه عاليه جدا في الدم. يا سيدي تسمم. المهم طمني هي بخير؟ احنا عملنا لها غسيل معده لكن هي لسه فاتش. وده معنى ايه يا دكتور؟ كميه الادويه اللي خدتها اثرت عليها بشكل كبير جدا، لو ال 24 ساعه اللي جايين عدوا على خير ان شاء الله تطمنوا عليها وتقوم بالسلام. انا اذنك يا رب، جيب العواقب سليمه يا رب. ليه بس كده يا هدى؟ ما انت كنت كويسه، ايه اللي نكسك تاني بس؟ اعذرك يا اشرف، اللي هي فيه ده برضه مش شويه. انا عارف انه مش شويه، ما احنا فيه سوا، انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجازه سعد تخلص انت. المفروض كمان يومين ان شاء الله يكون في الشغل. يعني ايه المفروض؟ هو ممكن ما يجيش؟ والله يا بابا واضح انه بيمر بازمه بسبب وفاه والده. ده كلام؟ يا بابا معلش، ما احنا برضه لازم نستحمل ظروفه شويه. واحنا مين يقدر ظروفنا؟ ده كل العملاء اللي تبع سعد شغلهم متعطل. انا هتابع معاهم لحد لما يرجع بالسلامة. انا مش عارف الولد ده اتحسد؟ ده كان شغلة نشاط وذكاء وحيوية، ده كان احرص مني على الشغل. يا بابا ما عشان حرصه دوت لما حس ان هو ممكن يأثر طلب اجازة. اعمل فيكي ايه؟ دايما متحمسانه. طب بذمتك يستاهل ولا لا؟ هو يستاهل. عشان كده بقى يا بابا احنا لازم نصبر عليه شوية. لحد امتى؟ لحد بقى لما ربنا يريح باله ويهدي. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. والله فيك الخير يا صفية. والله يا طنط انا عارفه ان انا مقصره مع حضرتك، بس اعمل ايه بقى، ظروف الشغل ما بتخليش الواحد يعمل اي حاجه. كتر خيرك يا حبيبتي ان انا جيت على بالك وفكرتي فيا. ازاي يا طنط؟ حضرتك زي ماما الله يرحمها. الله يرحمها، دي كانت ست ولا كل الستات. وانا برضو انسى كوبايه اللبن والسندوتشات الحلوه اللي كنت دايما بتعملها لنا ايام الجامعه. ياه انت لسه فاكره يا صفيه؟ والله كانت ايام حلوه. واللي جاي احلى ان شاء الله. يا ريت اللي جاي يكون احلى، بس اللي فات ما يتعوضش ابدا. ايه يا طنط مالك؟ انا اول مره اشوف المراره في كلامك. في ايه يا طنط؟ الايام راس يا بنتي، مش مجرد زمن ووقت. ربنا يخلي لك سعد واخواته، هما اللي باقيين لي من حلاوه اللي فات. ربنا يخليهم ويحافظ عليهم ويكفيهم شر اللي جاي. امين يا رب. سيبك بقى من الكلام ده كله، قولي لي انت يا بنت اتجوزتي ولا لا؟ لا لسه. ليه؟ كان العرسان يتعموا ولا ايه؟ والله يا طنط الحاجات دي اسمها نصيب. يا اختي يا ريتك كنت اتجوزتي ساعة بدل البلوى اللي بلانا بيها دي. والله يا طنط انا مش عارفه اقول لك ايه، دي بجد مش لايقه عليه خالص. قولي له يا اختي، حق ليه؟ انتوا مش اصحاب من زمان؟ كلميه. خصوصا بقى هما اليومين دول مش على وفاق مع بعض ابدا. وبصراحه مان يعني ما بحبش افرق بين حد، لكن انا عايزاه يسيبها. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا صفيه؟ ازيك انت يا سعد، عامل ايه؟ تمام. انا قلت اجي اسال بقى طالما انت ما بتسالش. فيك الخير يا صفيه. بصراحه بقى صفيه دي بنتي اللي انا ما خلفتهاش،
مش زي ناس لا بتيجي ولا بتسأل. هي لزوم الكلام ده بس يا أمي. هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفها وتشوفها بعينيك، والمواقف بتبين معادن الناس. يلا هقوم أصلي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشيل الغمامة اللي على عينك دي وتشوف كويس. عن إذنكم. أنا يا طنط لازم أمشي وأشوفك تاني إن شاء الله. ما أنت قاعدة يا صفية. يا صفية، هو إذا حضرت الشياطين ولا إيه؟ لا يا سعد ما تقولش كده، أنت عارف أنت غالي عليا قد إيه، بس أنا عندي معاد شغل مهم ولازم أروح. طب يا سعد وصلها بقى للعربية. حاضر يا أمي حاضر. اتفضلي. مع السلامة. سلامة حبيبتي. نورتينا. مرسي. مع ألف سلامة. اتفضلي. يا رب. إله تبقى متحدكم من نصيبك يا سعد يا ابني يا رب. رايح مامتك يا سعد وبلاش تتعبها. اعمل لها ايه يعني؟ اسيب خطيبتي اللي بحبها؟ الجواز مش واحد وواحده، ده نسب، وعيلتين بيدخلوا جوا بعض. انا ما يهمنيش كل الكلام ده. امال ايه اللي يهمك؟ اللي يهمني ان اكون بحب اللي هتجوزها وتكون مريحاني. ورشا مريحاك يا سعد؟ اه طبعا مريحاني، والا ما كنتش استمريت معاها. تضحكش على نفسك يا سعد. انت مالك انت؟ دي حياتي وانا حر فيها. انا بحبك يا سعد، اعتقد انت عارف كده كويس. انا كمان بحبك يعني، بس زي اختي. بس انا مش بحبك زي اخويا. انا مستعديه اعمل اي حاجه علشانك، بس احس انك انت جنبي. صفيه انت كده بتحرجيني. بحرجك عشان بحبك ولا عشان انت ما بتحبنيش؟ مش عارف اقولك. على فكره بقى انا مش عايزه اتجوزك، عارف ليه؟ عشان بحبك. وما دام انت حابب تعيش مع واحده غيري اكيد هكون مبسوطه لك. بس ما تحرمنيش يا سعد اني اخاف عليك. انا بخاف عليك من نفسك لما اشوفك بتعمل حاجه غلط. صفية، صفية، وانا ناقص يا صفية. الشحنة هتخش عادي جدا زي اي شحنة من الشحنات اللي بتستوردها الشركة بتاعتكم. طب وافرض يا اخويا البضاعة اتفتشت، مش ده وارد برضو؟ وارد في حالة واحدة بس، ان حد يكون مبلغ عننا، انما لو محدش بلغ هتعدي من غير مشاكل. ده انتوا ولاد الحاج عبد الستار، هو في حد هيشك فيكم؟ طب وافرض يا اخويا الكيماويات دي وهي داخله اتحللت وكشفوا عليها، دي برضو مواد وداخله البلد. بالفلوس كله بيعدي، انا ليا ناس اللي هيخلصونا في الجمرك. سلام عليك يا مخ. يا سلام عليك وانت جاهز كده وواثق من نفسك. حبيبي يا نديم يا سليم. قول لي بقى مخ، توكيلات جهزت؟ كله مضى. تعالى اشرف. خبر اسود ومنيل عليا، وده يا اخويا هنعرف نطلع الشحنه من غيره؟ لا طبعا مش هنعرف. ما تقلقوش، في ظرف ايام انا هكون ممضيه، انا بس مش عايز ازن عليه لحد اما يجي برجليه. بقول لك ايه يا مختار، الشحنه دي لو وصلت وانتوا ما جهزتوش الورق هتروح عليكم. انا قلت اهو. تروح على مين يا عم نديم؟ دي لو حصلت اروح اجيبها عم الصين. هتروح علينا ايه؟ لقد تواطأ المتهم وساعد وتستر على جلب المخدرات من الخارج إلى داخل البلاد، لذا حكمت المحكمة حضورياً على المتهم سعد عبد الستار ليل بتحويل أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصري. لا 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 مختار. مختار تعالى يا سعد. كويس اني لقيتك. خير يا سعد؟ انا خايف قوي يا مختار. خايف من ايه؟ من المصيبه السوداء اللي انت عايزنا نعملها دي. بس وطي صوتك.
ليه؟ من الاخر كده انا مش لاعب. مش لاعب ايه؟ ولاعب عيال. بعدين انت خلاص مضيت التوكيل وخلصنا. هلغي بكره الصبح عشان استريح. وانت لما تلغي التوكيل هتستريح؟ انا تعبان يا مختار، انا ما بنامش، بشوف كوابيس وحبل المشنقة بيتعلق حوالين رقبتي. فياض مالك؟ ما تجمد كده وخليك راجل. انت شكل اعصابك تعبانة. انا اعصابي مش تعبانة، انا منهار. منهار ليه؟ ما انت كنت كويس. مختار انا مش عايزهم يحكموا علينا بالاعدام. يعني انت كل اللي همك في قبضهم علينا ان احنا ما ناخدش اعدام؟ وهو في مصيبة اكتر من كده؟ يا سيدي لو حصل لا قدر الله انا اللي هشيلها. هي عزومة على العشاء هتشيلها؟ ده اعدام يا سيدي. انا راضي، انا راضي، انت مالك؟ المهم ان احنا ما نتورطش كلنا ويتحكم علينا، واحد بس يضحي ويشيل عشان الباقي يعيش في سعاده. وانت ممكن يعني تضحي بنفسك عشاننا؟ اضحي يا سعد، اضحي عشانكم. بس اسمع كلامي بقى، ربنا يهديك. رشا يا حبيبتي، سعد خطيبك عايزاكي تحطيه في عينيكي من جوه. حاضر يا ماما. اوعي تزعليه يا رشا، ده عريس لقطه يا بنتي. خلاص يا ماما فهمت. وماله يا بنتي، في الاعاده افاده. هو لسه همتحن فيه اكتر. وبعدين مش تبطلي اسلوبك الهجومي ده، خليكي حقيقه. يوه يا بنتي افهمي، دي من المرات القليله اللي ابوكي فيها بيقول كلمه حق. الله الله الله. وبعدين معاك يا تفيدة. استنى يا شاهين، بقولك ايه، رشا عايزاكي تبقي حلوة كده ورقيقة وهادية وطيبة وحنينة عشان جوزك يحبك ويديك حباب عينيه. يا ماما سعد بيحبني زي ما انا، يعني مش محتاجة اتغير عشان خاطر حاجة. ده دلوقتي بس يا عبيطة، انما بكرة ربنا يستر. يعني يعني لما يبقى مليونير والفلوس تجري في ايديه، مليون واحدة هتتلم حواليه علشان تخطفه منك. ولما كنتيش نصحة هنطلع من المولد بلا حمص. ايه رأيكم في الصورة دي؟ ايه دي؟ دي شكلها قهوة بس برا مصر. ده بقى الكافيه شوب اللي سعد جوز بنت حبيبي هيعملهولي. لحقت تحلم وتحدد انت عايز ايه؟ يا اخوي مش تستنى لما تسأله، مش يمكن يرفض؟ ويرفض ليه؟ والكافيه ده يجي ايه بالنسبة له؟ ده نقطة في بحره ونفسي أعوم فيه. وحشتيني قوي. أنت يا حبيبتي اللي وحشتيني قوي. أمال فين طنط؟ في أوضتها نايمة شوية. إنما قول لي، أنت مش قلت لي أنت جاي بعد شهر؟ أعمل إيه بس يا حبيبتي؟ ما قدرتش أستحمل، خصوصًا إني خدت قرار وما كنتش ناوي أرجع فيه. مين يا فلة؟ ده واحد معاه جواب من البنك وعاوز حد يستلمه. بنك؟ إيه مالك اتخضيتي ليه؟ خليه يتفضل. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. حضراتكم من ورثه المرحوم عبد الستار ليلى؟ دي بنته وانا جوزها. خير، في حاجه؟ في اخطار من البنك بالفوائد اللي على القرض وحضراتكم لازم تسددوها. قرض؟ احنا ممكن ناجل السداد شويه. الحقيقه الفلوس لسه مش جاهزه. بس كده الفوائد هتزيد، ولو ما سددتوش القرض وفوائده هيضطر البنك يحجز على الاصول. اتفضل. حضرتك ممكن توقعي هنا بالاستلام. شكرا. بعد اذنك. اتفضل. خير يا نور؟ في حاجه انا ما اعرفهاش؟ اصل بابا خسر كل فلوسه في عمليه اخيره قبل موته، وكان واخد قرض بضمان كل ممتلكاتنا. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده يحصل وانا مش عارف. ما حبيتش ازعجك بمشاكلنا. يا دي المصيبه. هي فعلا مصيبه. انا كنت هستلف منك مبلغ عشان مشروعي لما تقبضي ورثك. أنا آسفة أوي يا رؤوف، أنا كان نفسي أساعدك وأقف جنبك، بس ده مش بإيدي. أنا بعافر لوحدي ضد الطيار، لو استسلمت له هيسحبني لفين أنا مش عارف، عشان كده بعافر. بس أنا تعبت، مش عارف هفضل عافر لحد إمتى. لو صدقت إنك ممكن تنجح هتنجح. كلام كتب ملوش علاقة بالحقيقة خالص، الواقع حاجة تانية.
ماسك في اللي بعرفه عشان خايف من اللي معرفوش. أشرف أنت إنسان متحفظ، وده يمكن اللي بيخليك من الصعب إنك تتنازل. بالعكس، أنا مرن جدا بس في الصح، إنما الغلط بيعصبني ويوترني. ده لأنك إنسان نظيف وعندك ضمير. الضمير في الزمان ده بقى مرض وبيتعبني، بيتعبني قوي. ده مرض حميد، يا ريت كل الناس تتعدي بيه، كان زمان بقى حالنا أحسن من كده بكتير يا أشرف. أخيرا كسبتك ماتش. مرة من نفسك يعني. إيه يا ابني في إيه؟ مالك مهموم كده ليه؟ ماتش هيعمل فيك كده؟ ماتش إيه يا دي عبيط أنت؟ أنا بس سرحت شوية كده. لو معايا 20 مليون جنيه ممكن أعمل بيهم إيه؟ 20 مليون جنيه مرة واحدة؟ يعني حاجة زي كده يعني. اللي تعمل بيهم حاجات كتير قوي. أيوة زي إيه بقى؟ إيه واحدة؟ قول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ يا سيدي قول لي إيه واحدة وخلصني. أولاً هنزل على اسكندرية أدور على محل سمك ما يكونش غالي وآكل أكلة سمك رخيصة. ده إيه البواخة اللي أنت فيها دي يالا؟ بقى أنا أقول لك 20 مليون جنيه تقول لي أكلة سمك رخيصة؟ يا ابني إحنا مش بنتكلم وبنقول لو معاك. طيب لو معاك أنت هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أنا برضه هنزل على اسكندرية بس هشتري أسطول يخوت وأشغلهم في صيد السمك، والسمك بقى هبيعه للعبط اللي زيك. الله الله الله. وإيه كمان يا سيدي؟ إيه كمان؟ هتاجر في الخيل وأبيع وأشتري في المزادات مع الأمراء والشيوخ. الله الله الله، ترى أنا تفكيرك زين، والله ما قصرت يا شيخ سعد. حلوة يا شيخ سعد دي، عجبتني جديدة. سلام، الشيخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يا رب يا رب. وحياة حبيبك النبي استرها معانا وعدي التهريبة دي على خير يا رب، ما تفضحناش يا كريم يا رب. استغفر الله. حرما يا سي مختار. جامعة ان شاء الله يا سموحتي. استغفر الله العظيم يا رب. ايه مالك زعلانة كده ليه؟ ابدا والله، عندي صداع كده وتعبانة شوية. سلامتك. امال انا اعمل ايه؟ انا دماغي هتنفجر من كتر التفكير. كله فيه اللي مكفيه. اخواتي هيجننوني خلاص، واحد متردد والتاني دماغه جزمه. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا اخوي، انت الكبير برضو. كله يهون عشان خاطر الميت مليون دول. لما ييجوا حياتنا هتتغير على الاخر. ازاي يعني؟ يا بت يا بت، ساعتها مش هبقى عايز اخلف منك عيل، هبقى عايز منك فرقة كورة. يا سماح بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما في حد ضايق في حاجه؟ مفيش، اصل بعيط عشان ابويا بيقولوا تعبان قوي في المستشفى. ربنا يريحه. يعني يشفيه ويقومه كده بالسلامه ان شاء الله. اهدي بس حبيبتي، اهدي اهدي اهدي. خبر ابيض، اهدي يا بت يا بت. صدق الله العظيم. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا أم. الله، أنت مش عندك أجازة؟ اتأخرت كده ليه؟ كنت عند جماعة أصحابي كده بغير جو شوية. وأخبارك إيه بقى اليومين دول؟ الحمد لله. لسه برضو الخنقة دي بتجيلك ومتضايق؟ يعني أحسن شوية. إلا قول لي يا حبيبي، أخبار صفية إيه؟ معرفش عنها حاجة من ساعة آخر مرة كانت عندك هنا. على فكرة بقى، صفية دي بنت مؤدبة قوي وكاملة. هي فعلا مؤدبة. وعروسها لقطة. عندك ليها عريس ولا ايه؟ انت يا حبيبي. انا ازاي يا امي وانا خاطب؟ خلاص
تفسخ خطبتك من رشا وتخطب صفية. وانا شخشيخة في ايديكي ولا ايه؟ يا ابني انا عايزة مصلحتك. مصلحتي مع خطيبتي اللي بحبها رشا. خلاص انت حر، انا قلت رأيي وخلاص. بس عايزة اقولك على حاجة، انا من رأيي خد اللي بتحبك مش اللي انت بتحبها، وهتطلع عينيك. مش فاهم، بس انا اللي هتجوزها ولا انتي؟ كده برضو حبيبتي مصممة تسيبيني لوحدي؟ أنا أسف، كنت عايزة أموت عشان أرتاح وأريحك مني. بعد الشر عليكي بعد عمر طويل. الحمد لله على السلامة يا مدام هدى. الله يسلمك. أشرب بيه، عايزك لو سمحت. خير يا دكتور؟ يا ريت لما المدام تخرج بالسلامة إن شاء الله ما تسيبهاش لوحدها. ليه؟ أنا بنصح إن هي تتحط في مصحة إدمان، هناك هيخلوا بالهم منها عشان ما تأذيش نفسها، وكمان عشان اللي حصل ده ما يكررش تاني. حضرتك شايف كده؟ ده أسلم حل لغاية ما حالتها النفسية تتحسن. احنا مش ضامنين الظروف ايه؟ انا عايزك تطمن يا أشرف، اول ما هدى تخرج هكون مرتبه لها إقامة في مصحة محترمة. صعبان عليا قوي. وجودها في المصحة هيفيدها جدا، واول ما تعدي أزمتها هتخرج منها على طول. عارفة، بس ان طاقتي خلص، وخايف قوي الزمام يفلت من ايدي. المحنه اللي ما تقتلش بتقوي، وصدقني يا اشرف انت قدها وهتعديها ان شاء الله. دكتور عليا، انا عايزك تكتبي لي على اي دواء. انت مش محتاج اي ادويه، علاجك الوحيد انك تغير جو. غير جو؟ ايوه. ازاي بس وباي نفس؟ ممكن ادخل؟ تعالي يا حبيبتي، دي بنتي. ما شاء الله. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا اسمي حياه، وانت؟ انا بس حياه ده اسم حلو قوي. متشكره، بس انت ما قلتليش انت اسمك ايه. انا اسمي اشرف. الله، اسمك حلو قوي يا اشرف. ميرسي. مامي انا جعانه قوي. ما اكلتيش ليه في النادي مع كنزي وطنط سلمى؟ في النادي ما فيش الاكل انا بحبه. طيب هخلص كلام مع عمو وبعد كده اخدك في المطعم اللي بتحبيه ناكل، اتفقنا؟ يلا دلوقتي وبكملوا كلامكم بعدين. حياة وبعدين؟ علشان خاطر يا ماما، والنبي يا عم اشرف انا جعانه قوي. طب ما ايه رايك تيجي معانا؟ انا؟ لا ما ينفعش، انا لازم اروح البيت. روح انتوا. احنا قلنا ايه؟ انت لازم تغير جو. والنبي يا عم اشرف، والنبي والنبي. حبيبتي خلاص، انا عشان خاطرك انت بس هاجي معاك. ميرسي يا عم. باباها مات من سنتين، ساعتها حسيت ان الدنيا ضلمت في وشي وما كانش عندي اي امل، ولولا وجودها في حياتي انا ما كنتش قدرت اكمل ابدا. البقاء لله. قررت اعيش عشان اربي بنتي، وشويه بشويه قدرت اقف على رجلي ثاني، والحمد لله رجعت اعيش حياتي. ربنا يخليكوا لبعض. مش قلت لك المحنه اللي ما بتموتش بتقوي؟ ماما اشرف. ايه يا حبيبتي؟ صوره بيه؟ صوره يعني؟ اتفضلي تاخد صوره عليها. اتفضل يا استاذ منور. هو بس اتفضل يا استاذ، اتفضل. مختار هو المسؤول لانه شريك في الجريمه. مسؤول عن ايه؟ مسؤول يجيب لنا نصيبنا لغايه عندنا. نصيبنا في ايه بقى؟ في مال ابونا. مال ابونا الحرام. بص يا اشرف، بصراحه بقى انا فكرت في الموضوع ده ووصلت النتيجة. اللي هي ايه؟ افرض ان بابا ما كانش سحب الفلوس ولا رهن الاصول ومات قبل ما يورطنا الورطه السوداء اللي احنا فيها دي، مش كان طبيعي ساعتها ان احنا هنورث كل حاجه على سنه الله ورسوله؟ مظبوط. والورث ده بالنسبه لنا مش كان هيبقى حلال 100%؟ ايوه، بس لاننا ما نعرفش مصدره. حلو قوي الكلام ده. هنفرض بقى ان احنا ما نعرفش مصدره لغايه دلوقتي ونسيب مختار يتصرف. اللي انت بتقوله ده يا سعد. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا اشرف، انا ما صدقت وصلت للحل ده بعد تفكير كتير. وهو ده حلك؟ انا هعمل ايه يعني يا اشرف؟ ما انا كمان مش هقدر على البهدله وضياع مستقبلي. بس تقدر تعيش بفلوس حرام. لا لا لا، اهدى بس، ما انا برضو فكرت في الموضوع ده ووصلت فيه النتيجة. اللي هي انا معاك ان الفلوس دي حرام 100%. طب كويس قوي انك وصلت للنتيجه دي. ايوه، بس حرام بالنسبه لمين؟ لمين؟ بالنسبه لبابا ومن بعده مختار، لان هما اللي خططوا للصفقه دي ورتبوا لها، انما احنا بقى ايه؟ فهمني دي. احنا ابرياء، ابرياء والله،
احنا ضحايا لاننا ما عملناش اي حاجة عشان نوصل للفلوس الحرام دي. انت جرى لعقلك حاجة يا سعد؟ عاوز تحل الحرام بأي شكل؟ الحرام احنا ملناش يد فيه، وانما الاعمال بالنيات، وربنا عالم بنيتنا النظيفة وظروفنا المهببة. انت هتعمل زي بابا وتبرر لنفسك؟ ده تلاعب بالدين والشرع. لا ده مش تلاعب. ازاي بقى؟ فهمني. لاننا مضطرين، والمضطر يركب الصعب. وبعدين انت اكتر واحد فينا محتاج للفلوس دي. اسمع كلامي يا اشرف، مش هعالج ابني بفلوس حرام. طب ورثك في اصل المال الحلال هتسيبه يروح عليك؟ بالمليون ونص يا اشرف، يعني تقريبا نفس المبلغ اللي انت محتاجه. انت معايا ولا معاه؟ انا مع العقل، والراجل بيطرح فكره، خلينا نمشي معاه للاخر، مش جايز تحل لنا مشاكلنا ونخلص. انا مش هعمل كده يا سعد. انت بتطلب مني اكون واحد تاني انا ما اعرفوش ومش عايز اعرفه. صدقني يا اشرف، احنا في موقف ما يحتملش اي عواطف، ولازم نفكر بالعقل. العقل بيكبرنا ان احنا نحترم مبادئنا اللي عشنا وتربينا عليها. افهم للضروره احكام. اسمع كلامي قبل ما نندم في وقت مش هينفعنا في الندم. للاسف كلامك ده هو اللي هيوصلنا للندم. يا اشرف بيه، الحاله حرجه جدا، ادعيله ربنا معاه. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ يا سيادة الرائد، الحالة بتسوء يوم عن يوم، لازم نتحرك وبسرعة. ربنا يستر. احنا هتوصل المينا كمان 3 ايام، واخوك يا اخويا لسه ما مضاش التوكيل، وشكلها هتدق على دماغنا. امتى؟ امتى بس يا مختار؟ انت عمال تسجد فينا لما الشحنة قربت توصل. لعلمك بقى، الشحنة دي لو وصلت والتوكيل ما اتمضاش مش هدخلها المينا، وعوضكوا على الله فيها بقى. ولو البضاعة رقدت في المينا ممكن تتفتش، وساعتها هنروح في 60 مصيبة، وانا بصراحة حريتي اهم من اي فلوس. ما تقلقوش، اشرف اخويا هيمضي النهارده بكره بالكتير. انا هتنقط من الهدوء اللي انت فيه ده، وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ ده اخويا وانا عارفه، ما يجيش الا بالدق على دماغه. ده اكتر واحد فيه كراسه ناشفه وعنيد. ما هو العنيد ده يا استاذ نديم لازم يدق جامد على دماغه عشان ينكسر ويليق. وانت يا اخويا دقيت على دماغه؟ جبت له ارتجاج من كتر الدق. طب واخرتها؟ وبعدين هو دلوقتي مفرهد ودايخ وجاهز لاي طلب اطلبه منه. طب ومستني ايه بس يا مختار؟ مستني ايه يا اخي؟ ما تجري تمضيه. تك على الصبر يا استاذ نديم. امضي يا اشرف، امضي حبيبي، بلاش عشان خاطر نفسك، عشان خاطر مراتك وابنك اللي بيموتوا من قله الفلوس. امضي، فكر فيهم شويه يا اشرف، مفيش حل تاني ينفع تنقذهم بيه غير انك تمضي. امضي يا حبيبي، امضي، ربنا يهديك، ربنا يرضى عليك. امضي. انا امضي بس عشان اخد نصيبي الحلال في ميراث ابويا، المليون ونص. ايوه كده، ايوه كده، هو ده الكلام. ربنا عالم انا محتاج الفلوس دي قد ايه، انما باقي نصيبي انا مش عايزه. براحتك، دي حريه شخصيه، المهم انك تمضي. امضي يا حبيبي، اتفضل. امضي يا اشرف. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يهدي يا رب. هو ده الكلام، دي احلى امضه في بر مصر كله. الف مبروك يا اشروف. دلوقتي بقى لازم اقول لكم ان الوقت ازف، والبضاعه فاضلها 3 ايام وتوصل. طب تتصرف لوحدي؟ مش هقدر يا سعد يا اخويا، لازمني رجاله عشان تساعدني في الاستلام والتخزين. ما تجيب حد يساعدك يا مختار. مش لاقي. انت مش لاقي؟ ما المجرمين على قفا من يشيل. هات لي 3 بمعرفتك بس يكونوا مضمونين عشان ما يلعبوش بينا. انا برضو اللي هجيب لك يا مختار، قدر موقفي، انا ضابط بوليس. طيب سعد يشوف لنا حد من عنده. ايه سعد دي؟ لا ما تقولش سعد خالص في الظروف دي، انا ماليش دعوه، انا لا اعرف بلطجيه ولا اعرف مجرمين. مين قال يا ابني ان احنا عايزين بلطجيه ولا مجرمين؟
احنا عايزين ناس نضاف مالهمش سوابق. يعني اجيب لك 3 محاسبين من البورصه يساعدوك في تخزين المخدرات؟ طب والعمل؟ الله، ده الشحنه هتوصل كمان 3 ايام، ويلزمني على الاقل 3 رجاله عشان التشوين والتخزين. هات لك 3 عمال بالنفر وما تقولهمش على اللي فيها. صح، مش هيبقى قلبهم عليها، ولو حصل اي قلق هيسيبونا ويجروا. قلق؟ انت بتقول قلق؟ قلق ايه ده؟ قلق ايه؟ مش انت مفهمنا ان انت مظبط كل حاجه وليك رجالتك في الجمرك؟ يا سعد يا حبيبي، القلق مش في الجمرك، القلق في استلام الفلوس بعد الجمرك. ليه؟ هي دي فيها مشكله يا كمان؟ مش عارف، مش مطمن كده لنديم ونعمت، حاسسهم زي ما يكون بيدبروا ملعوب، ولازم ابقى فايق لهم. يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء، مش انت وعدتنا ان انت هتجيب لنا حقنا لغايه عندنا بمجرد ما نمضي لك على التوكيلات؟ ازاي يعني؟ هو انا جيمس بوند؟ لا يا مختار، هتسيب حقك يضيع. انا حقي برقبتي ولا يمكن افرط فيه، دول 20 مليون. طب يا اخي ما تجيب لنا حقنا احنا كمان معاه. يا ريت، كنت اتمنى اجيب لكم حقكم لحد عندكم، ده انتوا اخواتي ماليش حد غيركم. طب ما تنقذنا من الورطه السوداء اللي احنا فيها دي. مش اما انقذ نفسي الاول؟ يا سعد انا عايز رجاله تقف معايا وتامن لي ظهري وانا في وسط المعمعه. ودول بقى ان شاء الله نجيبهم منين؟ يا ابني حاول تفهمني، انا قدامي ناس تساعد بدل الراجل 100. امال ليه عمال تهرس فينا من الصبح؟ اجرتهم 25%، يعني هياخدوا 25 مليون من ال 100 مليون. 25 مليون؟ ده حرام. شفت بقى؟ وبرضه يا سعد يا اخويا ما اضمنش العيبهم لان هم طماعين والغادر في دمهم. يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء. وايه اللي يا دي النيله السوداء؟ يا دي النيله السوداء، انتوا مزمين الحكايه كده ليه؟ ما نخلص الموضوع احنا مع بعض في السريع وكل واحد فينا ياخد حقه وننتهي. ما احنا فعلا هننتهي. ولا الله ولا فالك يا اخي، ده احنا هنبتدي ان شاء الله، وزي ما وعدتكم لو حصل اي حاجه انا المسؤول بالتوكيلات اللي انتوا عاملينها لي، انا اللي هشيل الليله عنكم، انتوا ما عليكوش اي مسؤوليه. بس ساعدوني وقفوا جنبي، ما تسيبونيش لوحدي، خلونا نرجع حق ابونا بدل ما يضيع. ها قلتوا ايه؟ ايه المطلوب مننا بالظبط؟ اهو ده الكلام، هم دول اخواتي عن حق. دي تحوش عمر، اصل انا النهارده اروح اشبك العروسه. وتحويشة عمرك تعمل كل الفلوس دي؟ ده يا استاذ خليفه، انت مالك ومالي يا اخي؟ يا ابني مش عليا، انا عارف ان ذمتك بايظه واكيد قلبتهم من هنا ولا من هنا، وده خلوك تفليته. يا ساتر عليك راجل، لما تقفشني متلبس يبقى تعالى بلغ عني. ماشي ماشي حموق، ماشي، كذا مره احذرك ولا فيش فايده. مختار باشا. حموقة، مختار باشا. ازيك يا حموقة؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ كل حاجه جاهزه يا باشا على التخليص، وكل شقه لسه زي ما اتفقنا. هو ده البضاعة بقى فين؟ على الرصيف يا باشا من بدري. ايه خلاص كده؟ لسه يا باشا، الاستاذ تومي بس هيجي يبص بص كده على السريع يعني. بص بص يبص بص على ايه؟ ما تقلقش يا باشا، ده حاجة روتيني كده يعني عشان نمضي على الافراج، وبعد كده هنشال ونمشي على طول. طب يلا يا حموقة، يلا عايزين نخلص. ماشي يا باشا. الشحنة دي فيها ايه؟ وانت مالك يا استاذ خليفة؟ ده شحنة الاستاذ توام هو اللي هيفتشها. توام راح يصلي وانا اللي هفتش بداله، ولا عندكم مانع يا اساتذة؟ عندنا ابدا ابدا. طبعا لا، اتفضل فتش سعادتك. ما حدش هيمد ايده على الشحنة دي غير استاذ توام، فاهم ولا مش فاهم؟ انت مالك انت حتة مشاعلات لا راح ولا جه، وانا الاستاذ توام مفتشين زي بعض ونتفاهم في الحاجات دي سوا. تعالى بس اصلي ايه اللي في الصفيحة ده؟ يا استاذ خليفة، يا استاذ خليفة، ممكن اقول لك على اللي فيها من غير ما تبص؟ ده شغل يا استاذ. شحنه ايه دي؟ شحنه كولا. بس ما لهاش تاريخ الصلاحيه. تاريخ الصلاحيه في ورق الشحن؟ ما ينفعش يا استاذ، التاريخ لازم يكون على الصفايح. طب ما نمشيها كده وعناية ليه؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الشحنه دي لازم تتحمل قبل ما تدخل البلد، لكل تاريخ الصلاحيه. افتح لي صفيحه على ما اجيب المصفه. تعالى بس. مصفه ايه؟ هو ايه اللي هيكون يعني في الصفايح غير الكله؟ مش شغلك يا استاذ. طب هديك 10,000 جنيه. بتوع ايه؟ مش بتوع حاجه لا سمح الله، عشان بس احنا على سفر فامضي وخلصنا. من غير ما نكشف ونحلل ونتاكد ده ايه بالظبط؟ مش مهم، هو يعني هيكون فيه في الصفايح غير الكله؟ دول 10,000 جنيه. انت فاكرني يا استاذ انا راجل بخاف ربنا؟ والشحنه دي هتتفتش يعني هتفتش، وانا هفتشها بنفسي. يا ابراهيم بس يا محترم، اهدى يا ابراهيم. يا ابراهيم خليفه، روح ابراهيم. هنخليهم 20,000 جنيه. خلص 25,000. قلت ايه؟
شحنة ايدي شحنة كلها بس ما لهاش تاريخ الصلاحية. تاريخ الصلاحية في ورق الشحن ما ينفعش يا استاذ، التاريخ لازم يكون على الصفايح. اه طب ما نمشيها كده وعناية ليك. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الشحنة دي لازم تتحلل قبل ما تدخل البلد، لا تكون بتهيأ الصلاحية. افتح لي صفيحة على ما اجيب المصفى. تعالى بس. مصفة ايه؟ هو ايه اللي هيكون يعني في الصفايح غير الكلة؟ مش شغلك يا استاذ. طب هديك 10,000 جنيه. بتوع ايه؟ مش بتوع حاجة لا سمح الله، عشان بس تحلى على سفر فامضي وخلصنا من غير ما نكشف ونحلل ونتأكد ده ايه بالظبط. مش مهم، هو يعني هيكون فيه في الصفايح غير الكلة؟ دول 10,000 جنيه. انت فاكرني يا استاذ انا راجل بخاف ربنا والشحنة دي هتتفتش يعني هتفتش وانا هفتشها بنفسي. يا ابراهيم اهدى بس يا محترم، اهدى اهدى يا ابراهيم. استاذ خليفه روق يا ابراهيم. استاذ خليفه روق ابراهيم، احنا مش بنتخانق. اهدى، هنخليهم 20,000 جنيه. انا خلص 25 داخل. قلت ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي يا مختار؟ الراجل مات؟ ايه اللي حصل ده؟ هنعمل ايه يا مختار باشا؟ ازاي عملت كده؟ هنعمل ايه؟ اقفل الباب، ايدك معايا، ايدك سيبه زي ما هو لحد ما نخرج من المينا. يلا اقفل يا اشرف. يلا مش هوصيه، لا شفت ولا سمعت حاجة. حصل عيب يا باشا، ده كلام برضو. تهام جاي نتوه عشان نخلص. طب يلا خلينا نخلص بقى. باشا باشا انا مش مصدق ان انا عملت كده. بس يا اشرف، بس لحسن حد يسمعنا وياخد باله. ياخد باله، هو ده كل اللي همك ان حد ياخد باله؟ احنا دارين على الجريمة، احنا اشتركنا فيها زينا زي اللي قتل بالظبط. بقولك ايه يا اشرف، ما تبوظليش اعصابي اكتر ما هي بايظة. اعصابك بايظة؟ انا ما عنديش اعصاب خالص. طب اسكت اسكت يا اشرف، ابوس ايدك. عشان توري كله تمام يا مختار باشا، بدأت حمية على العربية وكله على الاسطى. يلا ببركتهم شاي الرجالة. يلا 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 على العربية. يلا حموقة، طول ما انا في السليم انت في السليم. ايام يا مختار باشا، معقول اودي نفس الحبل المشنقة بإيديا؟ اطمن يا باشا، سرك في بيه، توصل بالسلامة ان شاء الله. ولا اله الا الله محمد رسول الله. بطل العربية، روحت لو سمحت. دي رخصة ملاك، داي بتسوق بيها تريلا جدع انت. على مؤاخذة يا باشا، غلطة مش هتتكرر. الشحنة دي فيها ايه؟ دي كلها يا باشا، كلها لزوم الدباغة. بطيقكم لو سمحت. ايه؟ بطيقكم لو سمحت. ليه بس يا باشا؟ هو في ايه؟ تفتيش. انزل اخويا انت وهو. اقتلوا. دي طبلت يا معلم. اسكت خالص. ما تعمل حاجة يا اشرف، انت مش ظابط؟ دي المصيبة. انزل بس انزل. انزل. تعالي الصندوق ده. ليه بس يعني يا باشا؟ ما احنا لسه متفتشين جوه في المينا وكله تمام. دي اوامر وتعليمات، افتح الباب ده حالك، خليني افتش. حاضر، بس المفتاح بينه ضاع. عاش من شافك يا ابو اشرف. فينك يا راجل؟ دخونك برضه ايام الكليه. منتصر وحشني والله العظيم، وحشني.
هو يا راجل يروح السجون ما يسألش على حبايبه في مرور؟ مشاغل بقى منتصر وانت عارف. ايه يا عم وانا نايم في حضنك ولا انت مش مبسوط انك شفتني؟ لا لا ابدا منتصر ازاي، بس اصلي تعبان شويه وبعدين وانا جاي في السكه عربيتي عطلت فخليت الجماعه ياخدوني معاهم في سكتهم. الله، هم الجماعه دول مش اخواتك؟ اه اخواتي، بس انت عرفت ازاي؟ ده انت مش مركز معايا خالص من بطايق. ايوه اعذرنا منتصر، كان يوم صعب قوي النهارده وبعدين حاسس اني تعبان داخل عليا دور برد باين. الف الف سلام عليك يا صاحبي، هات المبتاع عشان نفتش. خلاص يا شعبان دول تبعنا، عديهم ده الغالي واخواته. اهلا يا بواب. اهلا بيك. انما خير يا باشا، ليه الدوشه دي كلها؟ ابدا، عندنا اخباريه عند دخول شحنه مخدرات واقفين عشان نظبطها. اخي انا مش فاهم ازاي الناس بيجي لها قلب التاجر في الحاجات دي. دي قله ادب والله يا باشا، الله يكون في عونكم. متشكر يا منتصر، اشوفك على خير ان شاء الله. بقول لك يا اشرف باشا، تحب ابعت لك بوكس يشد لك العربيه؟ لا لا مفيش داعي، انا كلمت التوكيل يجي ياخدها. ماشي يا صاحبي، بس وبكلمني. هكلمك. اشوف وشك بخير. تمام الله. مع السلامه. مع السلامه. سلام. سلام يا باشا. وده الكلام. شفت بقى؟ ظبطيتك هي اللي ظبطتنا. ربنا يستر. ده انت كئيب قوي. يلا. على فين؟ شيلوا معايا الجثه اللي ورا عشان ندفن. جثه ايه اللي هشيلها؟ انا عمري في حياتي ما لمست جثه. انا يا سعد ما اقدرش اشيلها لوحدي، لازم حد يساعدني عشان نحفر وندفن. انا ماليش دعوه، مش انت اللي قتلته؟ وانا يعني كنت قاصد؟ معلقيلك انا كتمت بق الراجل عشان ما يصوتش يلم علينا الدنيا، ولولا كده كنا رحنا في حديد. انا برضو ماليش دعوه. وانت يا سياده الرائد؟ ابعد عني يا مختار، ابعد عني الله يلعنك. يعني بتتخلوا عني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ انت عملت كده عشان نفسك مش عشان حد تاني. بس يا جماعه، بس بقى ابوس ايديكم، ما هو كمان مش معقوله نتخانق واحنا معانا جثه. قول له يا سعد. اقول له ايه بس يا مختار؟ عموما انا هنزل معاك اساعدك وربنا يقدرني. كلنا زي ما ابتدينا الحكايه مع بعض هنخلصها مع بعض. انا لا يمكن اشترك في جريمه زي دي. انت اشتركت يا حبيبي خلاص، ولا سكوتك ده ليه معنى تاني؟ ومين قال لك بقى ان انا هسكت؟ انت لو كان في نيتك تتكلم كنت بلغت عنا صاحبك الضابط، انما طلعت جدع ودريت علينا عشان احنا اخواتك ولحمك ودمك. انت بتتكلم عن الدم؟ انت عندك دم اصلا؟ المهم ان عندي عقل، والعقل بيقول طالما تمينا نص المهمه يبقى نكملها لاخرها ونبقى خلصنا وانتهينا. يلا يلا. اهلا اهلا يا مختار. ازيك يا نعم؟ ازيك يا مختار؟ الحمد لله على السلامه يا مختار. حاجه استاذ نديم. الحمد لله الحمد لله ان البضاعه وصلت بالسلامه. اهي موجوده اهي ومتشونه على العربيه قدامك ومستنيه اللي يتقيلها بالذهب. معلم شكيب اللي هيشتري البضاعه. يا اهلا وسهلا، فرصه سعيده. ازيك يا معلم؟ اهلا بيك.
الحصان ده؟ ما تقلقش دول رجال. كله تمام يا مختار باشا. الله ينور عليك، محدش بقى يخرج ولا تفتح الباب الا لما اقول لك. جريت انت معتقلنا هنا ولا ايه؟ يا مختار في بالظبط ده الامان يا مان. امان؟ امان مننا احنا؟ ده احنا شركاء يا مختار. يا اخوانا انا واثق فيكم، انما مش واثق في الشيطان اللي جواكم، والشيطان شاطر. اسمعني بقى، انت فكرك بحبه البلطجيه اللي انت جايبهم دول هتخوفني؟ لا فوق، انا معايا رجاله ياكلوا الظلم. اهدى بس يا معلم، اهدى شويه. الموضوع باختصار يعني ان احنا عايزين نطمن على حقنا ونديك حاجتك بهدوء وروقان. اتفضل يا معلم، ادي الورق بتاع الشحنه، في المواصفات وعقد المصنع بتاع الصين. مال انا بالكلام دوت؟ وانا من وزاره الصحه، ده انا سوق سودا وزبايني مدمنين. ما انت برضو لازم تحافظ على صحه زباينك المدمنين، عشان لو لا قدر الله حصل لهم حاجه هتلاقي زباين منين؟ مين الاخ ده؟ اخويا وشريكي في الصفقه. مختار، ايه المطلوب دلوقتي؟ نعد فلوسنا على داير المليم وبعد كده استلموا الشحنة. معقول اللي بتقوله ده؟ هتعد 100 مليون جنيه؟ حقنا ولا مش حقنا؟ بصراحة يا معلم حقهم، وبعدين انت ضامن بضاعتك اهي جاية من الصين، احنا مين يضمن لنا حقنا؟ اخص عليكم بقى، انتوا شاكين في ذمتي؟ ذمتك ده ايه؟ انت فاجر نفسك جراح؟ انت تاجر مخدرات، يعني تاكل مال النبي؟ مين ده الاخر اللي قتله دلوقتي؟ اشرف ده اخويا برضه وشريك في الصفقة، بس هو عصبي حبتين يا شكيب بيه. روق كده، عصب على نفسه اخويا، انا بقى مجنون وممكن اولع في الدنيا دي كلها. اهدى اهدى يا معلم، شيكيب بيقول لك اخوه اعصابه تعبانه، غلط ما فيهاش حاجه. ما انت شايف يا نديم، انا اتقال برضه اني تاجر مخدرات. يا اخويا امال انت ايه؟ انا الكينج، ملك المزاج والونوانه، مش اي تاجر مخدرات. يا ريا اشرف، انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ ما احنا رحنا في داهيه واللي حصل حصل. اشرف، ولا كلمه لحد ما نستلم الفلوس ونمشي من هنا، انت فاهم؟ سعد خلاص اشرف، دول ناس مجرمين وممكن يقطعونا هنا دلوقتي. يعني انت شايفنا ملايكه؟ ما احنا مجرمين زيهم يا عم، احنا شياطين ومتنيلين بنيله ومش هنورد على جنه. خلينا بقى ناخد الفلوس نستمتع بيها ونخرج من هنا. هو ده رايك؟ مش احسن ما نموت هنا وما نطولش منهم حاجه؟ شوف يا نديم، دول 100 شنطه، كل شنطه فيها مليون جنيه. تمام تمام يا ريس شكيب، بصراحه تستحقها عن ابو عابد. عيب عليك يا نديم، انا قلت لك من الاول ده احنا اللي معلمين الشغلانه. الصراحه انت طلعت استاذ في شغلتك. الا استاذ، استاذ كبير قوي قوي وعجبك يا امي. حيلك حيلك يا عم شكيب، تخصني. اللي يخصك يخصني يا عم نديم، ده انت اخويا وحبيبي. لا كله الا في النسوان. النسوان بتروح وتيجي يا صاحبي، قول يا باسط. تمام تمام يا معلم، الله يبارك لك. تعيش. البركة. سلام يا معلم، مع السلامة. سلام يا رجالة. فينا يا رجالة؟ افتح عشان اواني. تمام. هيا نعم. فلوسك وصلت لك؟ وصلتني وتمام التمام. ودي الوصولات اللي انت كنت كتبتها على نفسك، امسك عشان تعرف ان انا حقانية وما بحبش اكل حق حد. اذا كان كده ماشي. ماشي يا نعم. اتفضل يا استاذ نديم، الوصولات اللي انت كنت كاتبهم على نفسك للحاج. حقاني قوي يا مختار. حتى الغلط لازم يتعمل صح عشان يكيف.
يلا. سلام. سلام يا نديم. سلام يا يلا يا سعد. عدد الفلوس كله تمام، 80 شنطه ب 80 مليون. الحمد لله، انا كده اديت رسالتي وكده بابا يقدر يرتاح في تربته. ارتاح وانت بقى شايف كده انه هيرتاح. ارتاح يا كشري. مختار، انت متأكد ان المكان هنا امان؟ هنا امن مكان. انا اشتريت التربة دي زيرو مخصوص عشان نخبي فيها الفلوس، بعيد عن العين وبعيد عن الناس. اه، والناس اللي حوالينا هنا محدش هيفكر يمد ايده على حاجة. يا اخي حرام عليك، حد برضو يستخدم مكان زي ده برضو ليه حرمته. يا عم بقول لك تربة فاضية. بعدين احمد ربنا بقى، ربنا سترها والعملية عدت وعدينا الفقر. لا ده مش احنا بس، ده احنا وعيالنا وعيال عيالنا. بص يا اشرف، العشرين شنطة دول نصيبك، بص لهم كويس، مل عينك منهم واقعد بقى مع نفسك وفكر شوف هتعمل بيهم ايه ولا ايه ولا ايه. مش عايزهم. هو ايه اللي مش عايزهم؟ انت اتجننت يا اشرف ولا ايه؟ بعد كل اللي عملناه ده جاي تقول مش عايزهم؟ يا اشرف خلاص العملية نجحت. أشرف يا أخويا، يا ريت ننسى اللي فات ونفكر في اللي جاي. يا أشرف أنا الأوان بقى نتمتع ونصرف في الفلوس. بعد ما تتمتع يا سعد هيبقى إيه آخرتها؟ آخرتها هتبقى فل إن شاء الله. لا وأنت الصادق، آخرتها هنتمدد إحنا التلاتة في تربة زي دي ويا ويلنا من عذاب ربنا. يا أشرف إيه أنت، إيه ليه كده؟ هو أنت يعني أنت قاصد توترني يعني؟ أنا مش بوترك، يا اخي سيبنا نفرح شويه. يا اخي انت على طول سوداوي كده. يا اخي حرام عليك بقى، كفايه كده. افرحوا لان انتوا اخترتوا جنه الارض، ملكوش مكان في جنه الاخره. يا دي النيله. يعني هو يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. اشرف كفايه المكان اللي احنا فيه اصلا طابق على نفسي. ناخد شنطه واحده بس بمليون ويبقى لي نص، وابقى كده اخدت نصيب الحلال من مرس ابونا الله يرحمه. والباقي دول 18 مليون ونص خدوهم انتوا. لا خدوهم احنا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تحملناش ديون في رقبتنا، وبعدين يعني ما تشيلناش ذنوب، كفايه اللي عندنا. يا عم على الله نعرف نخبي الفلوس دي اصلا في حساب يكون بعيد عن جماعه من اين لك هذا. انتوا احرار. يا عم انا هاخد لي شنطه بمليون اشبرق بيها نفسي. وانا يعني لو وقعت من اعلى القفه انا كمان هاخد لي شنطه بمليون. على البركه. يلا 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 يا وحش.
كل شيء وله تمن، حتى انا بقى ليا تمن. لحظة الجد بقى ليا سعر وممكن اتباع بيه، ما قدرتش اقول لا، ما قدرتش اقول لا، ما قدرتش اقول لا. يا سموحة يا سموحة يا سموحة، اديني على السلامة. طمني يا اخويا، من النهاردة طاقة القدر اتفتحت لنا ومش هتتقفل تاني ابدا. بجد يا سي مختار؟ هلبسك حرير في حرير وكمان حرير في حرير، وتقل وزنك ذهب لو حبيتي. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. انا خاطرت بعمري عشان الصفقة دي تنجح. الحمد لله على سلامتك يا اخويا، زي ما اكون اتولدت من جديد. ياه للدرجه دي؟ واكتر. انا عشان الصفقه دي تنجح عملت حاجات لا يمكن كنت اتصور اني ممكن اعملها، انما الحمد لله ربنا سترها وعدل. عشان انت طيب وابن حلال. ربنا عالم يا سماح، ما كانش عندي اي اختيار تاني غير ان انفذ الصفقه وباي شكل. عشان كده ربنا كرمك ونور لك طريقك. يا ما انت كريم يا رب، الف حمد والف شكر. انا لازم اصلي ركعتين شكر لله. حضري العده والشيشه على ما اخطف الركعتين وارجع على طول. حاضر يا اخويا، احفظنا بالعين يا رب. انا خلاص يا عمي، الحمد لله ربنا كرمني وقبضت المراس. الف مبروك يا سعد يا ابني. أظن بقى الوقت اللي لازم نتجوز فيه ونعمل فرح بقى. ايوه يا ابني، بس المرحوم والدك ما بقالوش شهر، معقول هتعمل فرح؟ يا طنط احنا ناس مؤمنين وحزننا في القلب، وبعدين تفتكر يعني ان المرحوم والدي كان هيوافق ان احنا نأجل الفرح عشان خاطر وفاته؟ ما اعرفش والله يا ابني. اكيد لا طبعا يا عم، لان الله يرحمه كان راجل مؤمن وعارف ان الاعمار بيد الله. وبعدين ما احنا كلنا رايحين يا عم. ونعمة بالله. عموما انا موافق. خلاص جهزوا انتوا الشقة وبعدين تحددوا ميعاد الفرح. انا بقى مش موافقة. مش موافقة على ايه؟ على الجوازة دي، عشان مش انا اللي اتجوز جوازة اردحي زي دي. اردحي؟ انا لسه قايل دلوقتي ان احنا هنعمل فرح. مش في اي قاعة. والشقة بتاعتك دي خلاص ما بقتش من مقامنا، انت لازم تشتري لي فيلا. فيلا مره واحده؟ بقولك ايه، انا استحملت بخلك كتير. قول يا بنت اصبري يمكن ما معهوش، انما دلوقتي خلاص مالكش حجه، وزي ما صبرت عليك لازم تكافئني. يا بنت مش كده. ايه التخفيف ده ليه؟ طب انت دلوقتي وعك انت طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا؟ بقولك ايه، انا موتي وسمي الراجل البخيل. انت تاني هتقولي بخيل؟ امال بخلك ده تسميه ايه؟ اسميه تدبير ترشيد، لان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. مش لما نشوف يوم ابيض الاول؟ يا نهار ابيض، ده انت هتشوفي ايام بيضة وناصعة البياض كمان. دول 6 مليون جنيه فلوس القرض بفوائدهم. ياه، كلهم كده مرة واحدة يا مختار بيه؟ الخير كتير والحمد لله، والشنطة دي فيها 1,000,000 جنيه هحطهم في حسابي. يا سيدي ربنا يزيد ويبارك، على ما تشرب حاجة يكونوا طلعوا لك ورقة بالإيداع مخلصة بالمديونية. تمام كده. أنت راجل سمح وأنا طول عمري بحبك يا فريد بيه. اللي أنا بعمله ده أقل واجب يا مختار بيه. ده والدك عبد الستار بيه الله يرحمه من أعز أصحابي. الله يرحمه. المهم إحنا كده خالصين والبنك ملوش حاجة عندنا. بعد ما تاخدوا المخلصة من حقك تتصرف في الأصول المرهونة زي ما أنت عاوز. ولو احتجت قرض تاني تحت أمرك. لا خلاص بقى، إحنا بطلنا نستلف. إحنا هنسلف بس. طب ما انت يا ستي اديكي حطيتي فلوسك في البنك ومعاكي ورقه ايداع ب5,000,000 جنيه. ربنا يستر. انت كمان خايفه عليهم وهما في البنك؟ مش عارفه ليه نديم الفلوس طول ما هي مش في حضني، ببقى خايفه ومرعوبه. يا نعمه دول في بنك. بنك؟ ايوه يا اخويا، ما انا عارفه انه في بنك. في بنك اللي كل شويه يقول لي بنك دي، ما هو ممكن على حظي الاسود يتسرق. طب والله انت بنت نكته. طبعا، وانت يهمك حاجه؟ ما انت حاطط فلوسك تحت البلاطه.
مش زيي في البنك. لا يا حبيبتي، انا ما ينفعش احطهم. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان موظف يا نعمه ودخلي معروف، لو حطيت مبلغ زي ده في حساب باسمي كاني بالظبط بقول لهم تعالوا امسكوني. يا نهار اسود، يبقوا هيجوا يمسكوني. يا حبيبتي افهمي افهمي، انت وضعك مختلف، انت ارمله رجل اعمال ممكن تكوني ورثتي عنه ثروه، انما انا بقى حورس مين يا حسره؟ ايوه صحيح على رايك. انت منين يا نديم؟ انا من الدرب الاحمر. الله، ده انت طلعت ابن بلد زينا. امال ايه الوش اللي انت مصدره ده؟ لا لا لا، الا ابن بلد، ده انا ابن بلد وعجبك قوي. من ناحيه تعجبني فانت من اول يوم وانت عاجبني، بس فيك عيب صغير. اللي هو ايه ده بقى؟ متجوز. يعني ايه؟ يعني لو عاوز تتجوزني لازم تقول لمراتك. اقول لحنان؟ اصلا انا لما باجي اتجوز كده ما بحبش الغميدي، بحب يبقى كله على عينك يا تاجر. بس ده ما كانش اتفاقنا يا نعمه. غيرت الاتفاق، لو عاجبك ماشي، مش عاجبك كل واحد يروح في حاله. استني بس، يروح في حاله ايه؟ مش الكلام برضو اخد وعطى؟ انت بتقول ايه؟ بقول العمليه تمت واستلمنا الفلوس وفكيت الرهنيه يا ست الكل. ازاي؟ اذا كنت انا لغيت التوكيل. مالكيش حق يا حاجه، كنت هتوقفي لنا المراكب السايرة. انا فعلا كنت عايز اوقف المراكب السايرة، لكن عايز اعرف بقى العمليه دي تمت ازاي من غير توكيل مني. يا حاجه بالفلوس كل حاجه ممكن. يعني ايه؟ زورت يا مختار؟ زورت يا مختار؟ يا خساره، يا خساره تربيتي فيك، يا خساره ثقتي فيك، يا خساره. يا ماما مش كده يا ماما، فهميني. ايه يا طنط؟ صوته جايب لحد بره. مالها ماما يا مختار؟ مش عاجبها اني بقول لها اني فكيت الرهنيه وحطيت لكل واحده فيكم في حسابها 10 مليون جنيه. بتقول كم؟ 10 مليون جنيه حقهم الشرعي. بس ده مش حقنا ولا لينا دعوه بيه. انتوا حرين، انما انا خلصت ضميري قدام ربنا وحطيت نصيبكم في حسابكم في البنك، وانتوا عارفينه كويس مش هتوه عنه. سلام عليكم. تعال هنا يا واد. ايه؟ عايز تاكلنا مال حرام؟ حول ولا قوه الا بالله. خدي يا حبيبتي نصيبك من 6 مليون الحلال، والباقي اتبرعي بيه لله. انت طالع لمين؟ ما تمرش فيك ولا آية من القرآن اللي أنا علمته لك وانت صغير. انت ايه، ما بتخافش ربنا يا أخي؟ يا ماما يا ماما، انا لو ما بخافش ربنا زي ما بتقولي كنت كلت حقكم. انتوا داريانين نصيبكم كان كام، انما انا خاطرت بعمري عشان اجيب حقوقكم لحد هنا، ابقى غلطان؟ مفيش فايدة فيك، مفيش فايدة من الكلام معاك. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. منك لله يا بعيد، منك لله. الفلوس جاهزة يا دكتور، وانا ممكن اجيبها كمان ساعة لو حبيت، بس نلاقي القلب ونزرعه. طب تمام تمام. هو ايه اللي تمام؟ انا بقول لحضرتك الفلوس معايا، يعني عايزين نسرع في الموضوع. يا اشرف بيه، الفلوس مش كل حاجه. جاي دلوقتي تقول لي الفلوس مش كل حاجه؟ ده الناس بتموت من قله الفلوس. ايه ده بس يا سياده الرائد، انا قصدي طالما لقيت الفلوس يبقى قطعنا 50% من المشوار. وال50 الباقيه امتى بس؟ قلت لك لما نلاقي القلب المطلوب. وده هنلاقيه امتى وفين؟ لما ربنا يسهل ويرد لنا نلاقيه. يا راجل ده الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليك يا أمي. الله يسلمك يا حبيبي. حتى انت يا سعد. يا أمي يعني قدري ظروفي واعذريني شوية. مش حال ما كنت عامل عمرة وعارف ربنا كويس. وإيه دخل العمرة بالحاجات دي يا أمي؟ ده بيزنس، يعني ملوش دعوة بالصلاة والصوم. يا ابني حبيبي، الدين المعاملة وبيع المحرمات والغش اسمه جريمة، إزاي تقبلوا على نفسكوا كده؟ الدنيا بقت وحشة أوي يا أمي، لو ما كناش أقوياء هنتداس بالرجلين. أنتوا اللي وحشتوها وخلتوها غابة، دوستوا على كل المعاني الكويسة عشان حبة فلوس. تقدر تقولي هتعمل لكم إيه الفلوس؟ تعمل كتير أوي يا أمي. عمرك يا ابني ما هتاكل أكتر من طاقتك، ولا هتلبس إلا هدمة واحدة على جتتك. مظبوط كلامك صح، بس بفلوسي بقى أقدر أغير قميص كل يوم. لا كل يوم إيه؟ كل ساعة. ده غير الوجاهة والأبهة والوضع الاجتماعي، حاجات كتير قوي يا أمي. كلها متعة زايلة. تقدر تقولي هتعيش قد إيه في المتعة دي؟
10 سنين 100 سنه، لكن في النهايه ايه؟ هتتخلد في النار بعملتك السودا دي. ليه يعني؟ وانا كفرت؟ دي غلطه، غلطه وربنا غفور رحيم. غفور رحيم للي بيتقيه، ومنتقم جبار للي بيستهين بيه. انا ما بقتش عارف اتفاهم معاكي خالص، عن اذنك. كلكم خيبتوا ظني فيكم، كلكم. دي الحقيقه اللي انا كنت محتاره صرحك بيها. وعم عبد الستار ايه اللي دخله في صفقه مشبوهه زي دي؟ طمع، طمع زغل العيني وخلى مش شايف قدامه غير المكسب وبس. غامر بكل ثروته الحلال عشان يأمن لنا مستقبلنا بثروة هايلة من الحرام. أنا بجد مش مصدق اللي حصل. وأنا ارتحت إني قلت لك، شلت حملة تقيلة على قلبي. وليك الحق إن أنت تقرر أنت عاوز إيه، حتى لو كان القرار ده إننا ننفصل. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ده حقك يا رؤوف. وفي حد يوافقني؟ مراته وام عياله تبقى بنت تاجر مخدرات. بس يا نوره ما تقوليش كده. مقوليش كده ليه؟ انا فعلا بنت تاجر مخدرات. انا بنت تاجر مخدرات. يا حبيبتي يا حبيبتي ارجوكي تفهميني. ولا كلمه، انا خلاص قلت لك شرطي. يا نعمه انت كده بتفتحي عليا بيبان مش هعرف اسدها. انت خايف منها ولا ايه؟ انا مش خايف منها، انا خايف عليها. ولما انت بتحبها قوي كده عايز تتجوزني ليه؟ لاني بحبك، بحبك يا نعمة زي ما بتحبها؟ طبعا اكتر. خلاص يبقى كفيتي انا اللي حطوب. يعني انت مصممة على اللي في دماغك؟ لازم تثبت لي حبك، ولو ما تجرأتش وقلت لها تبقى مش انت الراجل اللي انا عايزاه. ايوه مختار، بس يعني بس ايه؟ ده احنا في زمن وانت عارف في حد يقول فيه لا للفلوس. لا طبعا. شفت بقى؟ ايوه بس لازم الواحد يعرف مصدرها ايه الاول. مش لازم. هنروح بعيد ليه؟ هقول لك. انت دلوقتي لو ماشي في الشارع ولقيت شنطه فلوس هتعمل ايه؟ هدور على صاحبها. ماشي، ولو ما لقيتش صاحبها في الحاله دي بقى هشوف الشرطه وهي اللي تدور عليه. تبقى عبيط. عبيط واهبل كمان. يا مختار بس الكلام ده. اقعد بس تعالى. لانك انت لما لقيتها كان ربنا كاتبها لك، ولو كنت خدتها كانت هتبقى حلالك. ايوه فعلا، انا لو لقيت صاحبها حلال هيبقى 10%، ولو ما لقيتش صاحبها كلها هتبقى حلالك. صح ولا لا؟ انت عايز توصل لايه يا مختار؟ عايز اوصل انه مش مهم ساعتها اذا كان صاحب الشنطه شيخ منصر ولا شيخ جامع، المهم ان ربنا قسمها لك رزقك بيها. تقوم تقول لربنا لا. بسم الله ما شاء الله، ده طقم يخبل يا رشا. عاجبك يا ماما؟ قوي. سعد جابهولي ب25,000 جنيه بس. بس يا 25,000 مرحب بعريس الهنا والسعد. ودي هديه بسيطه ليك يا بابا، خليت سعد يجيبها لك من التوكيل. الله، دي ساعه حلوه قوي. بس خلي بالك عليها يا عمي، دي اصلي وب5,000 جنيه، ويا ريت ما تلبسهاش مع الجلابيه دي. يا دين النبي، ب5,000 جنيه؟ ده انا ما حطيتهمش في جيبي، هحطهم على ايدي. وبعدين دي سويسري واوتوماتيك كمان. وانا ماليش غساله فول اوتوماتيك. بص يا حاج، انا ممكن اجيب لك الفول دلوقتي، بس خلي الاوتوماتيك في عيد الام. دمك خفيف يا سعد. ودي هديتك يا ماما، خليت سعد يجيبها لك من محل غالي قوي ما بيبيعش غير مستورد. ايه ده؟ فروه ما لقيتوش حاجه جابها لي غير فروه دي؟ ليه شايفاني بمامة؟ مامة ايه بس يا طنط؟ يا فروه خروف، ده فروه منك. ايه منك دي؟ دي دبه بتعيش في القطب الشمالي. انا مالي يا اخويا بالدبه؟ انا عايزه موبايل بكاميرا. موبايل ايه يا طنط؟ على فكرة الفرو ده غالي جدا. ولا يغلى عليك يا ماما، هخلي سعد يجيب لك موبايل وبكاميرتين كمان. ماشي خلاص، طالما الفرو مش عاجبها يبقى نرجع بقى الفرو ونجيب الموبايل. الفرو هيفضل وهتجيب الموبايل. ايوه بس احنا اتفقنا ان كل واحد له هدية واحدة. الفرو ده هيبقى ليا انا، ولا عندك مانع؟ لا ابدا يا حبيبتي مفيش مانع. اللي هيقول لي يا سعد يا ابني، عملتوا ايه في الشقه بتاعتي؟ والله يا عمي احنا شقه مين يا بابا؟ هي دي بقت من مقامنا؟
سعد هيجيب لنا فيلا وفي القطامية كمان. اخي ما لقيتوش الا القطامية في الجبل ده تسكنه؟ جبل ايه يا طنط؟ جبل القطامية حاجة والفلل اللي في القطامية حاجة تانية. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني فلل، فلل يا عمي، جناين، حمامات سباحة، حاجات عمرك ما شفتها طبعا. ولا ايه يا حبيبتي؟ بحبك يا دودي. اهو ده اللي بناخده. عارف يا نديم يا حبيبي، انا مش مصدقه ان احنا معانا الفلوس دي كلها. لا يا حبيبتي صدقي، احنا معانا الفلوس دي كلها، بس الحقيقه ان انا كنت عايز اكلمك في حاجه كده. خير يا حبيبي؟ انت عارفه طبعا يا حنان ان انا راجل موظف، وفلوس زي دي معايا، فلوس كتير بالشكل ده، خلي الناس تسال عمل ايه، جابها منين. مشكله، مشكله جامده جدا يا حنان، ومش لاقي لها حل. فعلا يا حبيبي هي مشكله، بس انا بقى لقيت حلها. ايه هو؟ هتجوز. تتجوز؟ مضطر، ده جواز اضطراري. وايه اللي يخليك تتنيل تضطر؟ افهمي بس يا حنان، انا لما اتجوز دلوقتي الست اللي هتجوزها دي هخبي فلوسي مع فلوسها، بدل ما ننكشف ونروح في داهيه. وهي مين دي بقى ان شاء الله اللي هتخبي فلوسك في فلوسها؟ نعمة. نعمة؟ قول كده بقى، علشان كده بتستخفني وعاملني كوبري. لا 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 لا، عيب 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 يا حنان، ما تقوليش كده، ده جواز مصلحه مش اكتر. ولو هو مصلحه زي ما انت بتقول، اشمعنى نعمه؟ برافو عليكي، برافو، انا كنت مستني السؤال ده. انا هفهمك يا حبيبتي، نعمه دي كانت متجوزه رجل اعمال كبير، وممكن تكون ورثت منه فلوس كتير قوي. فلوسي بقى لما تبقى مع فلوسها محدش هيعرف حاجه. ما فهمتش حاجة. طب أنا بديكي خبر بقى يا حنان، علشان ما تعرفيش من بره. يا بنتي الكلب يا نعمة، بقى بتشتريها وبتبيعها لنا؟ لا، أبيعك. أبيعك إيه يا حنون؟ ده أنت الأولى وأنت الأخيرة. يا كل الحكاية بس إنه جواز مصلحة، صفقة. هتجوز نعمة صفقة، الصفقة دي هتنتهي أول ما أظبط أموري. افهمي. حنان؟ نعم. عايزة ايه؟ انا تعملي فيا كده يا نعمة؟ هو انا لسه عملت حاجة؟ امال لو ما كناش اصحاب كنت عملتي ايه؟ ده كان زمان يا روحي. معقولة الفلوس تغيرك بالشكل ده؟ انا عمر القرش ما يغيرني، وعمري ما اغدر باصحابي، لكن انتي غدرتي. انا؟ تكونيش فاكراني عبيطة يا بت، مش انتي اللي روحتي حطيتيلي المخدرات وبعتيلي البوليس؟ ايه هو في غل يوصل لغايه كده؟ خفت عليه منك يا حبيبتي. كان هيموت عليا ورفضته، مش عايزاه علشان صاحبتي حبيبتي، لكن بعد عملتك السودة دي هاخده منك. اه يا خطفت الرجاله انت، ايه انا هموتك؟ ايه مش هسيبك ابدا. حنان؟ نعم. عايزه ايه؟ انا تعملي فيا كده يا نعمه؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ امال لو ما كناش اصحاب كنت عملتي ايه؟ ده كان زمان يا روحي. معقوله الفلوس تغيرك بالشكل ده؟ انا عمر القرش ما يغيرني، وعمري ما اغدر باصحابي، لكن انتي غدرتي. انا؟ تكونيش فاكراني عبيطه يا بت، مش انتي اللي روحتي حطيتيلي المخدرات وبعتيلي البوليس؟ ايه هو في غل يوصل لغايه كده؟ خفت عليه منك يا حبيبتي. كان هيموت عليا ورفضته، مش عايزاه علشان صاحبتي حبيبتي، لكن بعد عملتك السودة دي هاخده منك. اه يا خطفت الرجالة انت، ايه انا هموتك؟ ايه مش هسيبك ابدا. يا بدوس تعالي هنا. ابعدي ابعدي. انت بتعملي ايه؟ ابعدي عنها يا مجنون انت. الحمد لله اني جيت عشان الحق الكارثه دي قبل ما تحصل. كمان خايف عليها؟ انا خايف عليكوا انتوا الاثنين، اللي بتعمليه ده ممكن يودينا كلنا في داهيه. اه يا اخويا كنت هروح فطير. خفيش يا نعمة، انا معاكي. بلا معايا بلا نيلة، انت تاخد الست دي وتخرجوا بره انتوا الاثنين. يعني ايه؟ يعني خلاص بخ، ما بتجوزش. هو لعب عيال ولا ايه؟ اه لعب عيال. انا كنت عايزه ادي البنت دي قلم واربيها، لكن اكتشفت ان العند بيولد الكفر، وخصوصا مع واحده غبيه زي دي. احفظي ادبك بدل ما ترمي ايداني يا اختي. مخدرات وحطيتيلي كنت هتوديني في 60 داهيه، ودلوقتي وجايه عايزه تقتليني، عايزه تعملي فيا ايه تاني؟ بحافظ على جوزي عشان ما تاخدوش مني. يا اختي انت معاكي الرجل الاخضر، ما انت معاكي راجل زي اي راجل،
وهو في راجل يستاهل تودي نفسك في داهيه علشانه جاتك نيله؟ ليه كده بس يا نعمه؟ ما تحترمي ان انا واقف قصادكم. اسمع يا نادين، انا ما صدقت اني اعيش يا اخويا، ومش اول ما حبتدي اعيش هتيجي واحده زي دي وتموتني. يا نعمه فهميني. يا اخويا ما بفهمش، انا بحب نفسي ومش هفقدها علشان واحد زيك. يا نعمه اوعى ايدك، انت تاخد الست دي وتطلعوا بره دلوقتي حالا، والا والمصحف هطلب لكم البوليس. يلا عايز ارتاح. صلت؟ يا اخويا يا روح ما بعدك روح. ماشي يا نعمة، انا هسيبك ترتاحي بس وتروقي وبعدين لينا كلام. ولا بعدين ولا قبلين، خلاص اعتبرني هجيت طفشت. يلا ماشي، يلا يلا اتفضلي قدامي. يلا يلا في 60 داهية يا اخويا، كنت هروح فوتيز يخرب بيوتكو. سامحيني يا امي، كنت فاكر اني هقدر اقاوم لكني ضعفت، الحوجة خلتني متخدر زي ما يكون في حاجة بتشدني من رجلي وبتقولي السكة دي فيها مصلحتك. الشيطان وسوس لك يا ابني وخلاك تقع في المحظور. اعمل ايه يا ماما، انا تعبان. طوب لربنا يا ابني طالما انت ندمان على اللي عملته وضميرك وجعك قوي كده، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يعفو عنك ويرحمك. ما كانش بمزاجي. عارف عارف يا حبيبي. سامحيني يا امي، الغلط فيا مش في تربيتك ليا. انت احسن واحد انا ربيته وفخورة بيه. انا عارفة اللي انت عملته ده كنت مغصوب عليه. قلبي وربي راضين عليك يا اشرف يا ابني ليوم الدين. انت مجنونه. مجنونه عشان بحافظ عليك وادافع عنك. قلت لك اننا محتاجين لها، فاهمه؟ محتاجين لها، من غيرها مش هنقدر نستمتع بالفلوس دي. اللي بتعمله معانا الست دي خدمه، فاهمه؟ خدمه. دخول الخدمه من واحده خاينه زيها. حنان كده بتصعبي الامور. قول كده بقى ان انت بتحبها ومش قادر على بعدها. حتى لو ده صح ايه يعني؟ ها انا مش راجل من حق اتجوز واحده واثنين وثلاثه؟ وبحذرك يا حنان، بحذرك لو قربتي منها تاني او حاولتي تاذيها انا هطلقك وارميكي في الشارع. طلقني؟ ايوه طلقك. اعيش ليه مع واحده زي ها؟ اعيش ليه مع واحده ما بتحبنيش ما بتخافش عليا؟ دي صفقه عمري، محدش استعداد حد يضيعها مني ابدا. حلوة قوي الشكل ده. على فكره يا فندم ذوقك رائع جدا جدا، الفيلا عندنا فيها 10 اوض وخمس حمامات وستة ريسبشن، وحديقه الفيلا يا فندم كبيره 1000 متر، وحمام السباحه يا فندم مش قادر اقول لك هايل جدا. حلوة قوي الشكل ده يا سعد، صح؟ طب هو مفيش حاجه اصغر من كده شويه؟ واصغر ليه؟ دي يا دوب على القد. 10 اوض على القد؟ طبعا، لاني عايزه مطبخ كبير واوضه النوم لازم تكون جناح على بعضه، ده غير اوض الشغالين والضيوف والليفنج وغيره وغيره وغيره. لا دي على كده تبقى صغيره، شوف لنا حاجه اكبر بقى. المهم تديني كماليات زياده. زي ايه حضرتك؟ زي الجيم، الساونا، الجاكوزي، الدايره التلفزيونيه كده يعني. كل ده اوبشنز ممكن نضيفه. اديني بقى اوبشنات على قد ما تقدر. هو لب يا حبيبتي، دي حاجات بيدفع فيها الوفات. وايه يعني يا حبيبي؟ انت قدها وقدود كده يا فندم. الفيلا بكل اوبشناتها ب 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه ده كتير قوي. ليه يا فندم؟ ده بعد الخصم. هي دي يا سعد ما تفوتهاش. ايوه بس دي غاليه قوي يا حبيبتي. تمنها فيها يا حبيبي. طب قولي هي قبل الخصم كانت بكام؟ كانت عامله حوالي 9 مليون ونص. طب ونظام القسط عندكم ايه؟ في كذا نظام يا فندم واللي يريح حضرتك. طيب انا هدفع مقدم وهقسط واحدة. وانت هتقسط ليه؟ ما انت تمنها كله معاك، انت هتفضل على طول كده؟ ممكن تسكت انت خالص وملكيش دعوة؟ انت اللي ليك ان الفيلا تيجي وهتيجي. نقلنا واحدة كده بس تكون عتبتها بحر. يلا جهزي شنطتك، خلينا نمشي من هنا. هنمشي نروح فين بس؟ على الفيلا، بيتنا الكبير. انت بتتكلم جد يا سي مختار؟ امال بهزر؟ طب ما اهلك كده هيعرف؟ ما يعرف؟ هو احنا متصاحبين؟ ده انت مراتي على سنة الله ورسوله. وايه اللي اتغير؟ ما انا مراتك من اول يوم جواز. في الاول كان ابويا الله يرحمه موجود، ويمكن لو كان عارف كان حرمني من ميراث، انما دلوقتي المال مالي
والمال بيقوي. ايوه يا سي مختار، بس بس ايه؟ انا خايفه. ما تخافيش، ده انت مرات مختار بيه ليل، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ايوه بس انا كده مش هبقى مرتاح. اما امرك عجيب يا سماح. يا حبيبتي، مش دي كانت رغبتك من الاول، ان كل الناس يعرفوا جوازنا حتى اهلي؟ فعلا، بس انها تتحقق دي حاجه صعبه قوي. مفيش حاجه صعبه، كل احلامنا هنحققها من النهارده. يلا يا بنت يلا، قومي يلا جهزي شنطتك يلا. ولا اقول لك سيبي الهلاهيل دي، هشتري لك هدوم جديده على فرانك. يلا بقى الضحكه الحلوه، يلا بينا. تعالى سموح، خش خش متخافيش. يا ساتر، صباح الخير عليكم. تعالي تعالي متخافيش، اسمحوا لي اقدم لكم سماح مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت يا مختار؟ اتجوزت. في حد عنده منع؟ طب مش كنت تعزمنا على الفرح على الاقل؟ يا سعد، ده كان من يجي 8 شهور. 8 شهور واحنا ما نعرفش؟ ما قلتلناش ليه يا مختار؟ ما جاتش مناسبة. وانا شفتك قبل كده. انا؟ ايوه افتكرت، دي كانت الزياره المسجونه عندي في السجن صح؟ مش عارف. مش عارفه يعني؟ ايوه ابوها مسجون عندكم في قضيه مخدرات. يا صلاه النبي احسن، يا صلاه النبي، وازاي تدخل الاشكال دي هنا؟ ازاي تجيبها تعيش معانا؟ يا ماما، دي مراتي على سنه الله ورسوله، وليها الحق تعيش معانا هنا زيها زيكم في نصيبي وحق الشرعي. انت اكيد اتجننت. بالعكس يا حاجه، ده انا عقلت واخيرا هشم نفسي. وساعه ما تيجي تشم نفسك ما تشموش اللي علينا يا سي مختار. العفو يا ست الكل، العفو. انا كل غرضي اننا نعيش وسطيكوا عشان نتدفى بيكوا. ايدك يا حبيبتي. اوعى، انت مالكش مكان في وسطينا. يا حبيبتي انا مش هطمن عليها الا هنا. طب ما تخليها مطرح ما كنت سايبها الثمان شهور اللي فاتوا. مش هبقى فاضي الفتره الجايه، هتشغل كتير وهغيب عن البيت اكتر. وانت مش مامن تسيبها لوحدها ولا ايه؟ اخرس قطع لسانك، مراتي سماح اشرف من شرف. ما هو باين من نسبها اللي يشرف. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير وخلاص، رصيدك خلص من عندي. خلاص يا سي مختار، سيبهم براحتهم، تعالى نروح بيتنا. نروح فين؟ ده بيتنا. بيت العيله مش مكان للمجرمين وتجار المخدرات يا مختار. ما بلاش انت بقى، واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. تقصد ايه؟ يعني لا تعايرني ولا عايرك. ما انت السبب في الهباب اللي احنا فيه ده. لا حلو، انت جيت بمزاجك، محدش ضربك على ايدك. يا جماعه ما يصحش كده، عيب، ده انتوا اخوات. الاخوه ليها حدود يا سعد، ما توصلوش اني اكلم مراتي بالطريقه دي. وعموما انا مش باخد رايكم، انا ببلغكم. يلا سماح، يلا عشان اوريك اوضتك. اسم مختار. بس مش عايز ولا كلمه، انت هتفضلي هنا، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط ويبقى يوريني بقى هيعمل ايه. يلا حبيبتي يلا. يا رب يا رب يا رب، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. يا رب انا مش مصدق، انت اكيد اتجنن. يعني هنسيبه يبقى يتها هنا؟ ونسيبه ليه؟ انا هطلع اطردها غصب عنه. بس يا اشرف مش كده، بالهداوة. بالهداوة يا سعد، انت مش شايف بيبلطج علينا ازاي؟ هنعمل له ايه يعني؟ دي مهما كان مراته، هنسيبه يرميها في الشارع يعني؟ ما هو جايبها لنا من الشارع. بس بقى سيبوه. نسيبه ازاي يا امي؟ ده اتجنن يا ابني. احنا في ايدينا ايه نعمله؟ اللي رايد ربنا هو اللي هيكون. قصدك ايه يا ماما؟ قصدي انك انتوا مشيتوا في سكة الحرام، وسكة الحرام ليها ديول بتلف على الرقاب وتخنقها. ويا خوفي يا خوفي من اللي جاي. استرها يا رب، استرها يا رب. يعني حضرتك موافق على عمايله دي؟ اعمل ايه يا بنتي؟ انا في ايدي اعمله؟ ده استقوى علينا وهينفذ اللي في دماغه. يستقوى على روحه يا امي، انا هطلع اكسر له دماغه. تعالى هنا، رايح فين؟ جننتوني. يا ريتني ما خلفتكم ولا شفتكم، يا ريتني ما شفتكم. حرام عليكم، سيبوني بقى، ارحموني. ليه كده يا سي مختار؟ هعيش وسطيهم ازاي انا دلوقتي؟ هتعيشي احلى عيشه ان شاء الله. ازاي وهم مش طايقين؟ يا بت يا بت، دي زوبعه في فنجان، دول اهلي وانا عارفهم كويس. بس انا مش مبسوطه. يعني عايزاني اعمل لك ايه يا سماح؟ ترجعني تاني البيت الاولاني. لا، الموضوع ده خلص، مش عايز فيه ولا كلمه. انت جايه بعد ما فرقعنا القنبله تقولي رجعني تاني؟ انا مش قد الحاجات دي والله. حاجات ايه؟ كان ما
كمية الكره اللي شفتها في عينيهم ما حسساني ان انا مش هقدر اعيش معاهم. كره ايه؟ دول اهلي. اهلك انت مش اهلا. بعد شوية ما يهدوا كده هيبقوا اهلك. مش باين يا مختار. يا بت يا بت، ما محبة الا بعد عداوة. محمد. نعم يا فندم. تعالى يا ابني هات لي دفتر الزيارات يا مدير. الباشا المأمور مضى. زهقت. اي خدمه تاني سعادتك؟ روح روح. قلت لك خد لك اجازه، انت اللي مش عايز. يا فندم اخد اجازه ليه طالما انا قادر اشتغل؟ عشان انت على ذمه التحقيق، ولا يجوز توقيعك على اي اوراق رسميه لحد ما ينتهي التحقيق وتبرأ ذمتك. هو انا مشكوك في ذمتي يا اشرف؟ ده تحقيق، يعني الشك موجود في كل شيء لحد ما يثبت العكس. بس انا زهقت، انا باجي كل يوم الشغل وما بعملش اي حاجه. ريح لك يومين في البيت. البيت؟ معقول يا سعد؟ استقاله؟ استقاله ليه يا سعد؟ هو حد زعلك في حاجه؟ لا بالعكس، ده انتوا حتى احسن ناس. الموضوع يعني باختصار ان انا قررت افتح شركتي الخاصه وابقى حر نفسي. يعني احنا كنا مسلسلينك؟ لا ابدا يا هاني بنت اخ اكبر، وانا بصراحه اتعلمت منك كتير قوي، وعمري في حياتي ما هنسى افضلك عليا. طبعا عشان كده هتفتح شركه لوحدك وتنافسني في السوق. لا انا عارف ان الحاجات دي ما تفرقش معاك، انت راجل فاهم شغلك كويس وعارف انت بتعمل ايه. بص يا سعد، انا مش هكذب عليك واقول لك اني بزعلان انك ماشي، لانك كفء ومكسب لاي مكتب، بس في نفس الوقت يهمني انك تامن مستقبلك وتحافظ عليه، وامنيه حياتي وسعادتي انك تنجح في حياتك العمليه. الو هاو ار يو مستر؟ يعني اذنكم مكالمه من لندن. اتفضل يا فندم. جود لك يا سعد. اتفضل. شكرا قوي يا هاني بيه. صفيه اشوف وشك بخير. يعني افهم من كده ان انا مش هشوفك تاني؟ لا مين اللي قال كده؟ اكيد هنبقى على اتصال ببعض، وطبعا هشوفك في البورصه. خد بالك من نفسك يا سعد، وخليك دايما فاكر ان انا طول عمري هفضل فاكره. حاسس ان واحد تاني ما اعرفوش وخايف قوي من بكره. ده شيء طبيعي، المجهول بالنسبه لنا كلنا مخيف. طيب واللي ماضيه الحاضر بتاعه ومستقبله ويخوفه يعمل ايه؟ ايه التشاؤم ده؟ انت محتاج تبقى متفائل اكتر يا اشرف. ازاي؟ ازاي والظروف بتحاصرنا؟ انا تعبان، تعبان قوي ونفسي ارتاح. ممكن تكتبي لي على حاجة تهديني؟ أنا سبق وقلت لك إنك مش محتاج أي أدوية، أنت محتاج فترة نقاهة تخرج فيها وترتاح وتنسى مشاكلك. إزاي بس؟ أنت مش بتقول إن أنت واحد تاني؟ أيوه. خلاص انسى مشاكل أشرف وعيش بالتاني شوية. المشكلة إن كلها مشاكل التاني، ويا ريتني عرفت أفضل أشرف زي ما أنا. معلش ممكن أقول؟ ألو؟ ايوه حبيبتي. لا طبعا ما نسيتش، بس مش هتاخدي الهديه اللي يوم عيد ميلادك. انا قاعده مع ام اشرف في الشغل. حاضر، حياتي عايزه تعزمك على عيد ميلادها. الو ايوه حبيبتي. وحشتني قوي يا ام اشرف، اوعى ما تجيش يوم الخميس اللي جاي عيد ميلادي. مش هقدر يا حبيبتي، انا مسافر وعندي شغل. ما ينفعش تاجل سفرك، ده عيد ميلادي ما بيجيش غير مره واحده في السنه. ما هحاول، انا مش هطفي الشمع غير لما انت هتيجي. ان شاء الله. حاضر. ماما معاك ايه؟ ايوه حبيبتي خلاص هاكد عليه. يلا باي. ها قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي لعيد ميلاد؟ بصراحه مش هقدر. ليه؟ دي فرصه كويسه قوي انك تغير الباد مود بتاعك. لو جيت هيبقى دمي تقيل قوي. لا بالعكس، انت وجودك بيساعدنا جدا، وخصوصا حياه، اصلها اتعلقت بيك قوي. متعلقة بي أنا؟ أيوه، أصلك فيك شبه من باباها، ويمكن وجودك جنبها في العيد ميلاد يحسسها إن باباها موجود.
صباح الخير. من فضلك كنت عايز اعرف مدام نعمه سيد مجاهد غرفه كام؟ مدام نعمه على البسيه يا فندم. على لا مش معقول، لازم تقول نكته تانية. بيقول لك صعيدي قلع العمه فقد الذاكره. مش معقول، دمك خفيف. مساء الخير يا مدام نديم. مفاجاه مش كده؟ مين الاستاذ؟ انا فخري فاخر مدير الاوتيل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب بعد اذنك نكمل بعدين يا هاني. ان شاء الله. فرصة. اوكي باي باي. تعيز وعرفت مكاني مين؟ عيب عيب يا نعمة، ده أنا نديم بحب أعرفه بعرفه كده. عايزي ممكن أعرف أنتي بتتهربي مني دي ها؟ وطب عليكي فجأة كده تلاقيكي بتقابلي رجالة من ورايا. وانت مالك ومالي؟ جوزي ولا خطيب؟ لا بس هو الحقيقة كان في بينا كلام. كلام وراح لحاله. يا راجل عيب، ده انت متجوز. بس بحبك يا نعمة. وانا ما بحبش اكون ضره، وخصوصا لواحده كانت صاحبتي. الله، طب ما انت كنت متجوزه الحاج وكنت ضره برضه. كنت مضطره وما كانش عندي حق اختيار، وكانت ظروفي منيله بستين نيله، والحاج كان طقنا جه من الدنيا وطلطشها فيا. ودلوقتي خلاص شمت نفسي بقى وبقيت اقدر اختار. يعني انت يا نعمه كنت بتهاونيني علشان تاخدي مصلحتك؟ ها تقدر تقول كده. عمرك ما حبيتيني يا نعمة؟ هكدب عليك لو قلت لا. انت الراجل الوحيد اللي انا اتمنيته. بس اعمل ايه في حظي المهذب؟ الظروف مش عايزانا نكون مع بعض يا نديم. ليه بس؟ مش بقولك متجوز. ولو طلقتها؟ تطلقها؟ عشان خاطر العيون دي اعمل اي حاجة في الدنيا. لا 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 لا، دي وليه مجنونة، انا مضمنش تعمل فيها ايه لو عرفت حاجة زي كده. الله، انت مالك ومالها بس يا نعمة؟ سيبيها لنا، انا هعرف اتصرف معاها، انا هوقفها عند حدها. يا نديم ما بلاش، اهو الموضوع انتهى على كده، وانت تروح لحالك وانا اروح لحالي. روحي لحالك، روحي لحالك. ده انا ما صدقت لقيتك. هدى عمر هيعمل عملية ويخف. انت مش مبسوطة ليه؟ انا بقولك عمر هيعمل عملية ويخف. انت كداب. انت ما تعرفيش انا عملت ايه عشان ادبر الفلوس دي. كل اللي فاضل ان احنا نلاقي القلب ونزرعه. كداب. كل مرة بتكذب عليا فيها. أنا مش هسمح لك تخدعني زي المرة اللي فاتت. مش هسمح لك تلعب بأحلامي، لأن خلاص الأحلام اللي بتموت ما بترجعش تاني. فاهم؟ اللي بيموت ما بيصحاش. فاهم يا أشرف؟ أنت كداب، أنت كداب، أنت دايما بتكذب عليا. حرام عليك يا أشرف، حرام عليك. اللي بيموت ما بيصحاش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا مختار باشا. عاش مشافك يا مختار بيه. شوف شو وحش هانس. بس مختار، احوال المدبغه في النازل بسبب ان مفيش حد فيكو بيجي يباشر. معلش يا عم بشاندي، ظروفنا كانت ملخبطه شويه اليومين اللي فاتوا، بس الحمد لله ربنا فرجها. يعني هترجع تنورنا من تاني؟ ابشركم من بعيد، عشان داخل على مشاغل كتيره وعمليات كبيره قوي، وعشان كده انا قررت اخلي لكم رجب. وطبعا انتوا كلكم عارفين الدين واد برمجي وناصح. هتخليه فين يا سي مختار؟ هخليه مشرف عليكم ويبلغني اخباركم اول باول. ايوه بس رجب ده واد لعبي ومش بتاع شغل كده برضه. عم بشندي دي شهاده حق، وانا راجل بخاف ربنا يا ابني. يا عم بشندي
هو انت صاحب المال ولا انا؟ ما تخزنيش يا ابني، ده من عشمي، ده انا مع المرحوم والدك لما كان اجري باليوميه، وما يهونش عليا. شوف تعبنا بيروح قدام عينيا بالشكل ده. ماشي، خليك انت المشرف وبلاش رجب. لا انا ما اقدرش يا ابني، انا راجل داخل على 70 وصحتي في النازل، والمدبغه دي عايزه شباب وحيويه. طب ما انا بقول لك رجب كله شباب وحيويه. طب ايه رايك في عم رمضان؟ ده راجل محترم وبتاع ربنا. دمه تقيل وما بحبوش. يبقى هو ما فيش غيره بقى. مين هو؟ الاستاذ شعبان، راجل كبارة بتاع الحسابات. يا عم ده راجل غبي ومخه اضيق من خرم الابره. ده يا اخوانا ايه اللي رجب وشعبان ورمضان؟ انا هنا صاحب المال، قلت رجب يبقى رجب، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. اتفضل يا سعد بيه، كله تمام. جهزت الاوراق مع المحامي، في ظرف شهر واحد هتبقى صاحب اكبر شركه سمساره. على خيره الله. قول لي يا سعد بيه. ايه بيه دي يا ابني؟ تعويض ولا ايه؟ يوم انا عارف ان احنا اصحاب، بس ما ينفعش اقول لك غير يا سعد بيه. ده تكررها تاني ما ينفعش كده. ما انت هتبقى مديري، ما ينفعش اقول لك يا سعد حاف كده. قول لي يا سعد باشا. انت فعلا مش لايقه عليك البهويه، لايقه عليك البشويه، خصوصا بعد السيجار ده. ما هي دي لزوم البشويه يا علا. وبعدين اصحى للوم بقى، بقى المصاريف دي كلها يصرفها بيه برضه؟ فعلا المصاريف دي ما يصرفهاش الا باشا. الا قول لي يا سعد باشا، انت جايب الفلوس دي كلها منين؟ دي ورثي من ابويا طبعا. وابوك عدم المؤاخذه جايب الفلوس دي منين؟ من شغله في المدابغ. ياه، هي المدابغ بتكسب كده؟ واكتر من كده كمان. بقول لك ايه يا طارق؟ امر يا سعد باشا. بلاش تقول لي يا باشا. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا شيخ سعد. شيخ مره واحده؟ اصل البشويه دي خلاص يعني بقت بتتقلل اللي يسوى واللي ما يسواش. والله مزيانة عليك شيخ هادي. تأمر بإيش يا طويل العمر؟ رقاصة. اتفضل. إيه رأيك؟ خير. في إيه؟ يعني ما أنتش شايف المفتش اللي أنت قتلته ظهرت جثته متهمين في واحد بريء. إحنا مالنا؟ مالنا إزاي وفي بريء هيروح في داهية بسببنا؟ خلاص، روح بلغ عننا وخلينا إحنا نروح في داهية بداله. يعني سكت؟ ما مش معقول هتروح تبلغ عننا وتودينا في داهية وتدمر حياتنا بإيديك؟ حاسس إني في دوامة. كل ما احاول اطلع منها بتشدني لتحت زياده. يا اشرف يا حبيبي انت مزمها قوي، فكها شويه وانسى. مش قادر انسى، مش قادر انسى المفتش اللي راح ضحيتنا والبريء اللي دمه هيتهدر بسببنا، ده غير الملايين اللي هيروحوا في داهيه بعملتنا السودا. يا اشرف يا اشرف، ما هو احنا لو ما ضريناهمش في غيرنا ملايين برضه هيضروهم، وما حدش ضرب حد على ايده. انت ايه يا اخي؟ منك لله يا مختار، منك لله. انت حنان ابراهيم المغربي؟ ايوه. وقعي هنا بالاستلام. على ايه؟ اعلان طلاق من السيد نديم سليم الجوهري. ايه؟ يا نهار اسود، نديم يعمل كده؟ خلصيني يا ست، امضي وتصدمي بعدين، ورايا ناس كتير هيتطلقوا. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا ست الحاج. جمعا وإن كان مشكوك فيه يعني الموضوع ده. ليه بس كده يا ست الحاج؟ ده أنا مسلمة زيكم وبقول لا إله إلا الله. محمد رسول الله، المهم العمل مش الكلام. ليه لا سمح الله؟ أنت شفتي مني حاجة وحشة؟ بصراحة بقى كلك على بعض كده مش عجباني. ليه بس؟ لأنك مش مناسبة ابني خالص، مش بتاعتنا خالص. هو أنت لسه عرفتيني؟ الجواب بيبان من عنوانه، هستنى إيه من واحدة بنت تاجر مخدرات غير كل شر؟ كتر خيرك. وخيرك يا حبيبتي، أرجوكي بقى بلاش المسكنة والكهن ده. الله يسامحك. ويسامحك أنت كمان. يا سلام، أميرة قوي. يا رب، أنا عارفة بس بيجونا المصايب دول منين؟